السلام عليكم يا دكاترة. ان شاء الله النهاردة هنشرح اول حاجة في الترم التاني، شابتر اسمه الاورال ميكوزا. الشابتر ده هو يعتبر من اطول الشباتر الموجودة عندنا، يعني عندنا بس هو يعني ايه معلومات كتير بس اسهل. يعني الفروقات ما بين منهج الترم الاولاني والترم التاني، الترم الاولاني فهم كتير، الترم التاني هتلاقي فيه معلومات اكتر كتيرة، لكن نسبة الفهم اللي فيها يعني مش زي نسبة الفهم اللي كانت عالية قوي في الترم الأول. هتلاقيها معظمها بس المعلومات طويلة شوية. اوكي طيب نبتدي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نروح فين؟ طبعا هنا هو انا كنت بحب ان انا ابدا اهزر، اللي هو ايه نيلي وشريهان، ان احنا هنا هو ايه احنا عايزين نتكلم في الاورال ميكوزا بقى عندنا، عايزين نشوف نضارة البشرة عند نيلي ولا عند شريهان، الاورال ميكوزا عند نيلي ولا عند شريهان، نشوف الوضع ايه. اول حاجة لما نيجي نذاكر الاورال ميكوزا، اوكي انا بقسم الشابتر لكذا نقطة. اول حاجة بحب اعمل شوية جداول كده. اول حاجة الكلاسيفيكيشن بتاعتي هي عبارة عن ايه، خلاص يعني ايه اورال ميكوزا الكلاسيفيكيشن بتاعتها. انا عندي هنا هوت ايه، يا اما كراتينايزد يا اما نون كراتينايزد يا اما سبيشالايزد. يا فين الاسيستنج بول اهي. يعني انا لما بكون عايزه اتكلم بقول هنا هوت ان انا عندي ايه، يا اما انا بتكلم على كراتينايزد ميكوزا اللي انا بسمي اسم الضلع بتاعها ماستيكاتوري ميكوزا، يا اما النون كراتينايز اللي انا بسميها لايننج ميكوزا، يا اما السبيشالايز ميكوزا. دي بتبقى سبيشال عشان ايه، فيها تيست سنسيشن. فانا عندي هنا هوت السبيشالايز، هنا هوت اللي هي ايه مين اللي انا بتكلم على اللسان، الدورسم سيرفيس اوف ذا تانج اللي ماشيه شايله فيها التيست بادز بتاعتي. نيجي عند الكرياتينايز اللي هي الماستيكاتوري ميكوزا، انت معاك بقسماطايه عشان تقطمها، اوكي فانت محتاج القطمه بتاعه البقسماطايه دي تيجي على حاجه متبطنه بكيراتين عشان ما تتعورش. فعندك اول مكانين هيقعوا فيهم هي اللثه الجنجفا وسقف الحلق اللي هو الهارت بالات. ادي الجنجفا وادي الهارت بالات. نيجي بعديها النون كراتينايزد ميكوزا اللي احنا بنسميها اللايننج ميكوزا، احنا مقسمينها لحاجتين، مره فيرملي اتاتشد ومره لوزلي اتاتشد. ايه بقى قصه الفيرملي اتاتشد؟ ان انا ماسكه في مواصل، ماسكه في حاجه ماسكه فيها. واللوزلي اتاتشد لا انا عايزه اتحرك فمش هتبقى في حاجه ماسكه فيها. طب تعالى نشوف الفيرملي اتاتشد. فجيت في الفيرملي اتاتشد هنا مينلي بكلمك على السوفت باليت. السوفت باليت عندك هنا، اوكي مينلي بتكلم عن السوفت باليت. يلا اللي بعدها هي يظبط بعدين بنتكلم على التشيك بتاعي، اوكي ادي التشيك بتاعي. بعديها بتكلم على الليب الشفة بتاعتي، اوكي فانا هنا هوت الحاجات اللي ماسكة. انا عندي سوفت بالات ماسك في مصل، التشيك ماسك في مصل، الليب ماسكة في مصل، اوكي ففيرملي اتاتشد. والفنترال سيرفيس اوف ذا تانج الحتة اللي في التانج اللي ورا دي بسميها الفنترال سيرفيس اوف ذا تانج، فده اللي انا بسميه فيرملي اتاتشد ماسكه في مصل. لوزلي اتاتشد الدنيا ايه مريحه زي الفلور اوف ذا ماوث، انا عشان اعرف احرك التانج محتاجه ان انا تبقى الدنيا مريحه مرحرحه، تبقى لوزلي اتاتشد، اوكي زي الفلور اوف ذا ماوث، زي الاورال فيستيبيول بتاعي. عندي المسافه هنا ما بين الشفه وما بين اللثه الاورال فيستيبيول عشان اعرف احرك الشفه بتاعتي اثناء عمليه الاكل. والالفلر ميكوزا احنا من زمان اهو، انا عندي الالفلر ميكوزا في بعد نهايه الجنجفا هنا اهو، فين اهي لو ادي الجنجفا بتاعتي انتهت هنا اهوت، وادي الاورال فيستيبيول بتاعتي هنا اهوت. حته اللثه اللي عندي ما بين الاورال فيستيبيول وبين اللثه الحته دهيت بسميها ايه ال الفلر ميكوزا. طيب بعد كده نيجي بعد كده للسبيشالايزد. السبيشالايزد بتاعتي مين اللي بتكلم على الدورسال سيرفيس اوف تانج، سبيشال من ناحيه ايه، انها متميزه بالاحساس بتاع الطعم التيست سنسيشن. فانا عندي الجزء اللي بره من التانج اسمه دورسال سيرفيس، الجزء اللي جوه اسمه فنترال سيرفيس. فنترال سيرفيس ده اللي هو فيرملي اتاتشد، لكن السبيشالايزد
هو الدورسال سيرفيس اوف ذا تانج. فعشان كده انا لما باجي بتكلم الكلاسيفيكيشن بتاعتي دي اهم حاجه عندي لما باجي اذاكر ليا الشابتر. شكله في الكتابه كبير جدا، عشان اللي كانوا بيسالوا لي على الجروب يا جماعه الشابتر كبير. والله الشابتر الكبير ده بيتلم في الاخر بطريقه مختلفه خالص. ببتدي بعمليه كلاسيفيكيشن، بعدين بعمل جدول تاني بحدد فيه ان انا اي كونكتيف تيشو في الدنيا، احنا هنتكلم دلوقتي، او سوري، اي تيشو في الدنيا بيتكون من ايبيثيليوم وكونكتيف تيشو وبيزمنت ميمبرين، ومتبطن من تحت بايه، بشويه يا اما عضلات يا اما سليفري جلاند، البطانه اللي من تحت يا اما مش متبطن خلاص. فالجدول التاني هيبقى له علاقه بالقصه دي. يبقى بمسك اول حاجه جدول كلاسيفيكيشن، بعدين بعمل جدول فروقات ايه هي الكراتينايز وايه هي النون كراتينايز، اشكال الايبيثيليوم بتاعتي بتبقى عامله ازاي بتفاصيلها اللي احنا هنكملها في شرحها في المحاضرة دهيت. بعديها كل حاجة ليها حاجة سبيشال، كل تيشو من اللي احنا قلناه في الكلاسيفيكيشن له حاجة سبيشال متخصصة فيه. واللي سبيشالايزد اللي هي الحاجة اللي سبيشال فيه هي التيست بود، وكمان الانواع البابيلي، التانك بابيلي اللي بتبقى موجودة فيه. فلما بنيجي نذاكر الشابتر ده بيبقى من خلال الكلاسيفيكيشن والفروقات بتاعت الكريتينايز والنان كريتينايز والكونكتيف تيشو وانواع البيزمنت ميمبرين، وايه الحاجه اللي بتميز كل تيشو منهم. فاه هتلاقي في كلام كتير في الكتاب بس يتلخص في جداول، اوكي. وهي دي اللي ممكن تبقى الاساينمنتس اللي احنا يعني حابه بديها لكم، منها انك انت بتلم الشابتر ومنها انك تعرف ازاي تذاكره خلاص. فدي اول حاجه عندي الكلاسيفيكيشن. طيب بعد كده انا دلوقتي زي ما بقولك كلمة ميكوزة عندي انا بتكلم هي عبارة عن ايه. اي ميكوزة في الدنيا هي عبارة عن ايبيثيليوم وكونكتيف تيشو وبيزمنت ميمبرين. طب الميوكس ميمبرين بتاعي، الميوكس ميمبرين بتاعي عندي يا اما فيه بلس او ماينس سب ميكوزة اللي هي ماسل او جلاند او بون. البطانة زي البطانة بتاعت الجاكيتة بتاعتك من جوه، بطانة الجاكيتة بتاعتك من جوه ممكن اللي هي البطانة اللي هي عشان تتدفى اللي فيها صوف او فيها حاجة فرو او فيها واتيفر. فانت البطانة اللي من جوه دي هي الصب ميكوزا اللي هي عبارة عن جلاند او مفصل، اوكي. طيب نيجي نكمل البيزمنت ميمبرين. هنا بقى ايه قصة البيزمنت ميمبرين عندي؟ ان انا بيبقى له اشكال مختلفة، يا اما طالع ونازل كده. الشكل اللي طالع والنازل ده تعمل كأني بعمل ايه، راتيبيكس طالعة ونازلة، دي كأني بعمل راتيبيكس. انا عايزة اشوف الاسيستد بول، هعمل بوز فين هنا. فعندي هنا هوت الراتيبيكس عندي بتبقى نظامها اهو انها طالعة ونازلة، وعندي يا اما ان انا شكلي سموث او ويفي. يبقى انا شكلي سموث او ويفي، هي بتطلع وتطلع اهي، فين اهي سموث او ويفي هنا هوت. يا اما بتبقى مثلا طالعة ونازلة عندي هنا اهوت في الايه في الريتيبيكس بتاعتي، تمام. طيب فاحنا دلوقتي اتفقنا ان اي كلمة ميكوزا هي عبارة عن ايبيثيليوم وكونكتيف تيشو وما بينهما البيزمنت ميمبرين. والميوكس ميمبرين اللي عندي، اوكي، بيبقى هو عبارة عن الميكوزا بلس او ماينس ايه الساب ميكوزا، الحته اللي تحت الميكوزا. طب تعالى بقى نشوف الاستراكشر بتاعه الميكوزا هي عباره عن ايه. قلنا ان انا عندي مينلي الكفرنج ايبيثيليوم بتاعي بيبقى يا اما كراتينايزد يا اما نون كراتينايزد. عندي اللامينا بروبريا بتاعتي، الكونكتيف تيشو بتاعي اسم الدلع بتاعه لامينا بروبريا، بنعتبره سبورتنج لاير اللي هي فيها كانه ايه الفريم السلوك اللي هتيجي تثبتها لي، اللي هي فيها الانسجه النسيج اللي هيثبتها لي من خلال الفايبرز اللي موجوده فيها. طيب فاحنا قلنا انا عندي بابيلاري لاير، ان انا لو عندي البيزمنت ميمبرين طالع ونازل، فين لو البيزمنت ميمبرين طالع ونازل كده فبيعمل لي حركه بابيلاري لاير. الكونكتيف تيشو اللي بين الاتنين راتيبيكس دي بسميها بابيلاري لاير، يعني لو دي راتيبيك ودي راتيبيك الكونكتيف تيشو اللي ما بينها دي بسميها بابيلاري لاير، والحته اللي تحتها دي خالص هي اللي بسميها الشبكه دي اللي بسميها ريتيكولار لاير. يبقى انا عندي هنا اهوت في جزء الخاص بال بابيلاري لاير اللي هو ما بين الاتنين راتيبيكس، والجزء اللي تحته اللي هو الريتيكولار لاير. الكلام ده طبعا اللي هو بيبقى ايه بينفصلوا عن بعض بالبيزمنت ميمبرين.
البيزمنت ميمبرين لما هنلاقيها في بابيلاري لاير، يبقى انا عندي ريتيبكس. لو ما عنديش بابيلاري لاير، لو ما عنديش ريتيبكس، فمش هيبقى عندي بابيلاري لاير. الصبميوكوزا بقى، يعني لو تلاحظوا اهو كل ده انا بتكلم على الميوكوزا، وقلنا ان انا عندي لو في ريتيبكس هيبقى عندي بابيلاري لاير، ما عنديش ريتيبكس مش هيبقى عندي بابيلاري لاير. خلاص، الصبميوكوزا بقى اللي هي البطانه المتبطنه من تحت، قلت لك اللي هي هتبقى يا اما ماسلز يا اما فاتس يا اما جلاندز. اوكي، فاحنا هنا اهوت ادي البطانه بتاعتي، مثلا سي شويه سليفري جلاندز موجوده. يبقى احنا قلنا الميوكوس ميمبرين بتاعتي عباره عن ميوكوزا. اوكي، الميوكوزا عباره عن ايبيثيليوم والكونكتيف تيشو، وما بينهما بيزمنت ميمبرين، وممكن بلس او ماينس يبقى فيه ايه سب ميوكوزا. نيجي نتكلم بقى هنا عن اللايرز، الفروقات ما بين الكراتينايزد والنون كراتينايزد ايبيثيليوم. الكراتينايزد عندي اللايرز بتاعت الايبيثيليوم بتاعتي اخبارها ايه، عندي 4 لايرز في الكراتينايزد، وفي النون كراتينايزد عندي 3 لايرز. نبتدي كده بسم الله الرحمن الرحيم. عندي اول حاجة هنا هو اللي هي عبارة عن ايه، عبارة عن البيزل سيل لاير، او اسم الدلع كلمة ستراتوم بيزال، الاسم الدلع بتاعتي انا بسميها ستراتوم بيزال. فين هنا هي اللي بترجع، انا عايزه اعمل بوز. طيب يبقى احنا عندنا هنا اهوت الفروقات ما بين الكراتينايز والنون كراتينايز. الكراتينايز عندي 4 لايرز، النون كراتينايز 3 لايرز. نبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم. ده قلنا اللي هي الستراتوم بيزال، بعديها الستراتوم هنا اهوت اللي في النص هتبقى عامله ازاي، الطبقه اللي في النص هنا الشكل بتاعي وهنا الشكل بتاعي. المفروض هنا شكلهم بوليهيدرال وهنا بوليهيدرال، سيبكم من ان هما فوق بعض، المفروض ان هي تبقى كل كوره ليها طريقه معينه في الرسمه هتاخدوها في السكشن. المهم ان هنا هتلاقوا ان حجم الخليه اكبر من حجم الخليه هنا. هنا هتلاقي في مسافات ما بين الخليه هنا، من كتر ما هما كبار ودخان لازقين في بعض، هنا في مسافات ما بينهم. هنا عدد اللايرز بتاعتي اكبر، اصل انا مش هتغطى بكيراتين من فوق، لكن هنا هو انا عندي كيراتين من فوق، فانا عدد الطول بتاع الروز الصفوف بتاعتي اقل. طب بناء عليها ايه، هنا لما جم يشوفوها تحت الالكترون مايكروسكوب لقوا الحاجات اللي بتعمل اتاشمنت ما بين الخلايا وبعض عامله زي الشوك، السلوك اللي عامله السلوك اللي بتشبك، لو الخيط اللي بيشبك الخلايا ببعض عامل شكله سباين، في سباينس، شكله شوكي عامل زي ما يكون ايه شوك طالع منه، فسموها سباينس سيل لاير او ستراتم سباينوزم. سموها هنا هو سباينس سيل لاير او باللاتيني ستراتم طبقة سباينوزم. اوكي، طبقة شوكية. اما دي طبقة في النص سموها ستراتم انترميديا، فدي ستراتم سباينوزم ودي ستراتوم انترميدي. بعديها هنا هوت في عندي فلات سيلز. الفلات سيلز هنا هوت عند الكراتينايزد جواها جرانيولز، الجرانيولز دي اللي بتعمل الكيراتين، اسمها كيراتو هايلاين جرانيولز، اسمها كيراتو هايلاين جرانيولز. فبالتالي لانها فيها جرانيولز سموها ستراتوم جرانيولوزم، لكن التانية فلات سيل لاير عادية خالص وموجودة على السطح فسموها سوبرفيشال لاير. يبقى ناخد بالنا لما جيت في الكراتينايز الطبقة اللي هي سميتها سباينوزم فوقيها جرانيلوزم، وبعدين هيبقى فوقيها الكيراتين. تمام، هنا انا ما عنديش كيراتين من فوق، فانا عندي في النون كراتينايز هي تحت خالص الاستراتوم بيزال، بعديها الاستراتوم انترميديوم الحتة دي كلها، بعدين الاستراتوم ايه سوبرفيشال. خلاص، هنا احنا قلنا اول حاجة البيزال، بعدين السباينوزم، بعدين الجرانيلوزم، اوكي، وبعدين الكيراتين او بنسميه الاستراتوم كورنيوم. طيب في حاجة عندي اسمها استراتم جيرميناتيفم. ايه الاستراتم جيرميناتيفم دي؟ الاستراتم جيرميناتيفم دي انا عايزة اقول ايه، ان الخلايا بتنقسم، الحاجة اللي بتساعد على الخلايا ان هم ينقسموا ويعملوا مايتوزيس. فانا عندي الاستراتم بزال واول او 2 3 لايرز من الاسباينوزم، او اول او 2 3 لايرز من الانترميديوم، الاستراتم انترميديوم، دول اللي بنعتبرهم استراتم جيرميناتيفم، اللي هو بيحصل فيهم مايتوزس، ان الخلايا الاول مثلا بتطلع من، راحت فين ان الخلايا هنا اهوت هي اللي بتعمل كده، معلش،
يبقى انا عندي نهوة الخلايا البيزال واول 2 أو 3 لايرز من السباينوزم، او اول 2 أو 3 لايرز من من الانترميديوم، هما دول اللي انا بسميهم ستراتوم جيرميناتيفم. جيرميناتيفم المسؤولين على الدي ان ايه الميتوزس بتاعتي، لان الخلايا بتاعتي طبيعي انها بتتجدد، فهتتجدد من تحت لغاية لما تحصل لها ديسكواميشن فوق. فين هنا الاسيستد بول؟ من بتفضل من تحت هنا هوت انها تنقسم لغاية لما تكبر وتتبطل، تبقى فلات لغاية لما تموت خالص وتبقى مثلا كارتن، او خلاص يحصل لها ديسنتجريشن خلاص وتتقشر لوحدها. هنا بقى لما جينا نقارن ما بين السباينوزم اللي هي الطبقة اللي في النص دي والانترميديوم الطبقة اللي في النص دي، فأول حاجة السيل سايز. هنا انا شايفه ان حجم الخليه هنا في الانترميديوم، انا قلتها لك قبل كده، هنا حجمها كبير وهنا حجمها اصغر. جيت بعديها اشوف الانترسيلولار سبيسز، المسافات. هنا هنا في مسافات وهنا مفيش مسافات، فهنا الانترسيلولار سبيس كبيره وهنا الانترسيلولار سبيس صغيره. بعدين عدد الروز، هنا قلنا ان عدد الروز قليله على ان انا هتغطى فوق بكيراتين. اوكي، هنا هو عدد الروز اللي عندي، هنا هوت ما عنديش فوق كيراتين، فعدد الروز اللي عندي هنا هوت ايه هتكون اكتر. يبقى انا عندي هنا هوت عدد الروز في الانترميديوم بتبقى كتير، وعدد الروز في السباينوزم بتكون اقل. نيجي بعد كده هوت عايزين نتكلم على الاودلاند بادي. ايه قصة الاودلاند بادي؟ احنا اتفقنا ان الجرانيولز اللي في الاستراتم جرانيولوزم، الطبقة التالتة اللي عندي هنا هوت، اوكي، هنا في الكراتينايتس اسمها ستراتوم جرانيلوزم، وفي النون كراتينايتس اسمها ستراتوم سوبرفيشال. فهنا هوت الستراتوم جرانيلوزم الفكره بتاعتي هنا هوت في ايه؟ في كيراتو هايلاين جرانيولز. هنا ما عنديش الكيراتو هايلاين جرانيولز، ودول مسؤولين عن تكوين الكيراتين على فكره. طيب جينا في النص لقينا في حاجه عندي اسمها اودلاند بادي. ايه اودلاند بادي دي؟ دي حاجه جايه من الجولجي ابريتس، حاجه الاوريجن بتاعها جايه من الجولجي ابريتس. موجوده فين؟ موجوده في الروف بتاع السباينوزم والفلور بتاع الجرانيلوزم، السقف بتاع الطبقة اللي هي السباينوزم دي والأرضية الفلور بتاعة الجرانيلوزم دي. أو هنا هقول إيه، هنا أنا مسميها ستراتم سوبرفيشال وتحت انترميديوم، فهقول في السقف بتاع الروف بتاع الستراتم انترميديوم، وفي الأرضية بتاعتي في الفلور بتاعة الستراتم سوبرفيشال. طيب الأودلاند بادي قلنا دي الأوريجين بتاعها كولجي، وبتبقى مسؤولة على فكرة عن تكوين الكيراتين. الفرق ما بين شكلها في الكراتينايز والنون كراتينايز ان هنا بيبقى شكلها لاميليتد، بيبقى فيها كده هو شرط، اولا عددها اكتر في الكراتينايز وعددها اقل في النون كراتينايز، وهنا بيبقى شكلها لاميليتد وهنا شكلها امورفس، شكلها متغير في النون كراتينايز. لكن شكلي في الجرانيلوزم بيبقى شكلي لاميليتد، فيها اللي هي الشرط دي اللي هي شكلي لاميليتد خلاص، لكن هنا بيبقى شكلي ايه، شكلي امورفس، شكلي مختلف خلاص متغير. طبعا النون كراتينايز ما عنديش كيراتين، الكراتينايز عندي في نوعين من الكيراتين، في حاجه اسمها ان انا طول عمري همشي خطي مستقيم اورثو كيراتينايز مستقيمه، يا اما هبقى نص نص كده بارا كيراتينايز. فانا عندي النسبه الكبيره اللي هي البارا كيراتينايز. ايه البارا كيراتينايز ده؟ البارا كيراتينايز ان انا عندي الطبقه بتاعه الجرانيلوزم، يا عم بقى الطبقة اللي عندي بتاعة الجرانيلوزم دي، اوكي، لما جاي تعمل لها ديسكواميشن الخلايا جت تتحلل، فضلت النيوكليوس بتاعتي موجودة. فلما فضلت يعني، فانا عندي 15% اللي هي اورثو كراتينايز، ان الكيراتين بتاعي مش جوه النيوكليوي خلاص. لما جيت بعديها 75% بارا كيراتينايز، ان انا عندي الكيراتين بتاعي جوه ذهية النيوكليوي، جت منين؟ ان الجرانيلوزم لما جت عشان تتآكل وطلعت فوق في الكورنيوم، لما اتخلصنا من الخلايا جت النيوكليوس، بدل ما يتم التخلص منها هي كمان فضلت موجودة في الجدار بتاعي. فدي اللي هي 75% بارا كراتينايز، وال10% التانيين اللي هم النون كراتينايز. فلما نيجي نتقسم نتكلم على التقسيم حسب الكيراتين، فانا عندي في البارا كراتينايز 75% والأورثو 15 والنون كراتينايز 10. طب تفرق ايه حكاية الباراكراتينايز ان الكيراتين بتاعي يبقى فيه النيوكلياس؟ تفرق في السيست والتيومر. لو انا عندي كيس عايزة اشيله بعملية جراحية، ولو انا عندي ورم عايزة اشيله بعملية جراحية، حتى لو كان الكيس ده تكيس حميد او الورم ده ورم حميد، والله لو انت ابن حلال والابيثيليوم اللي متغطي من فوق ده
ما فيهوش نيوكلياي تمام، لكن لو هو فيه نيوكلياي يعني ممكن يتكاثر مرة تانية ويرجع السيست، يرجع الكيس ويرجع الورم مرة تانية. عشان كده لما بنيجي نعمل عملية جراحية بنشيلها بسيفتي مارجن، بنشيل حتة أكبر من الكيس، نشيل حتة تانية تحتيها، لا يكون الجدار بتاعه كان فيه شوية نيوكلياي تخلي يرجع التكيس أو يرجع الورم مرة تانية. فهي دي الفكرة بتاعة البارا كراتينايزد، تبقى انت فاهم أهميتها لما هتاخدها في الباثولوجي بعد كده. فهنا نفس الشرح اللي احنا كنا بنقوله على قصة الستراتم جيرميناتيفم، هنا هوت ان اللي هو بيحصل دايما like the epidermis of the skin or the epithelium continuously renewed by shedding the surface layers which are replaced by new cells. يعني من الاخر الكلام اللي احنا لسه قايلينه ده، الكلام ده اللي هو ملخص في الستراتم جيرميناتيفم الحتة بتاعتها دي، لما جينا نقول ان اول الستراتم اهي، لما جينا قلنا هنا ان الاستراتوم بيزال واول 2 لاير من السباينوزوم او اول 2 لاير من البيزال هم دول اللي بيعملوا الايه التكاثر. فانا عندي التجدد بيبقى من تحت لفوق، فهو ده اللي بيقوله لك، الشادنج بيبقى من تحت لفوق خلاص، وبيبقى مسؤول عليها البيزال واول 2 لاير من الطبقه اللي فوقيها، سواء في الكراتينايز سباينوزوم او في النون كراتينايز اللي هي انترميديوم. فهنا بيقول لك البروجينيتور سيلز والماتيورينج سيلز، في سيلز كونتين، يعني دايما لما انا عندي الميتوزيس بتاعي بيحصل ايه، دايما بيطلع لي واحده بتبقى خليه ان ديفرنشيت ميزينكايمال سيل، والتانية الخليه اللي حصل لها ديفرنشيشن. يعني دايما الستام سيلز بتاعتي لما او اي خليه بتيجي تنقسم، البيزال هتطلع لي مثلا واحده زيها مثلا بيزال، وواحده مثلا ان ديفرنشيت ميزينكايمال سيل مثلا، يعني لما تيجي الخليه بتتجدد وهكذا. لما نيجي نشوف هنا هو شكلها بالالكترون مايكروسكوب، لو جينا نكبر هتلاقي فيه هنا التونو فيلامنتس متجمعين مع بعض عملوا باندلز، وهنا التونو فيلامنتس لما تيجي تبص عليها هنا هتلاقي ان التونو فيلامنتس لو انت شايف سكاترد كده منتشرة بالمنظر ده. وهي دي من ضمن الفروقات بين الكراتينايز والنون كراتينايز، ان انت عندك الفتل هنا متجمعه عامله زي الحبل في الكراتينايز، لكن في النون كراتينايز الخيوط متناثره. هنا البيزال والسباينوزم، وهنا اللي بنسميها الانترميديوم، وفي عندي الاودلاند بادي كان مثلا بيحط خالق، بعديها الجرانيلوزم والكيراتو هايلاين جرانيولز، ودي سوبرفيشال، وفوق عندي الكيراتو. طيب ادي جزئية ان في عندي تونو فيلمنتس، الفايبرز بتاعتي اللي موجودة جوه اسمها تونو فيلمنتس. التونو فيلمنتس هنا في الكراتينايز بتبقى ارينجد مع بعض عند بقى تعمل باندلز، لكن هنا ريمين ديسبيرس منتشرة خلاص. والمفروض ان الخلايا مع بعضيهم لما ادي خلية وادي خلية بيحصلهم اتاشمنت مع بعض، بيتحدوا بحاجة اسمها ديزموزوم، بحاجة اسمها ديزموزوم. ولما نيجي نتحد مع البيزمنت ممبرين بنتحد بالنص بتاع الديزموزوم، بنسميه هيمي ديزموزوم. يعني انا خلية مع خلية بسميها ديزموزوم، خلية مع بيزمنت ممبرين بتبقى هيمي ديزموزوم، وهنتكلم عنها بالتفصيل. طيب هنا بيقارن برضك بقية الحاجات، ان انا عندي الاودلاند بادي الاسم الضلع التاني بتاعها اسمها كيراتينو سوم. ايه كلمة بريكلي ابيرنس؟ كلمة سباينس بلاتيني ساعات بيروحوا مدلعينها وبيسميها بريكل سيلير، يعني بيسموها سباينس سيلير او بريكل سيلير خلاص. هنا طبعا لا هي سباينوس ولا هي بريكل، هي انترميديوم خلاص. قلنا الكراتينوسوم اللي هي اودلاند بادي بتاعتي هنا قلنا بتبقى شكلها ايه لاميليتد، قلنا ان هنا هو زي ما كنا كاتبين ان هي القصه بتاعت انها تبقى لاميليتد، هنا بتبقى امورفس، يعني هنا بتبقى شكلها امورفس وهنا بتبقى عامله لاميليتد زي الشورت. اوكي فهنا ايه القصه بقى بتاعت الاودلاند بادي ده، هي بنقول اوفل وسبارال اللاميلي ده في الكراتينايزد، وسيركلر with amorphous core في النون كراتينايزد. ان هو ادي في النون كراتينايزد، وادي شكل الخيوط سوري شكل اللاميليتد الشرط في الايه في الكراتينايزد. هنا يجي لك سؤال الامتحان، الاوريجن بتاعي جاي منين؟ من الجولجي ابريتس. اللوكيشن بتاعتي في الابر بتاع البريكل سيل لاير، لما اقول لك السقف بتاع السباينال سيل لاير في الفلو في الروف اوف سباينال سيلير او ستراتوم انترميديوم،
والارضيه بتاعه الفلور بتاعه الايه الاستراتم سباينوزوم او الاستراتم سوبرفيشال. طب انت بتعمل ايه يا اودلاند؟ قال لك انا بعمل فيوز للسيل ميمبرين ورابتشر اند ديسشارج كونتنت انترسيلولي كونتريبيوت تو بيرميابيليتي بارير فانكشن. يعني ايه هذا الكلام؟ اولا هو في حاجتين هنا، هو جزء منها بيساعد على تكوين الكيراتين دي من ناحية، ومن الناحية التانية بتعمل كنترول لعملية البرميابيليتي. يعني انا دلوقتي النفاذية بتاعة الخلية اوكي بتاعتي في حاجات بقدر اعديها وحاجات ما بعديهاش، فهي الفكرة ان discharge content intercellularly contribute to permeability barrier function. فبالتالي انا كأني ايه مش عايز اخرج حاجة من الخلية او ادخل حاجة للخلية، فكأنه هو وظيفته انه بيساعد في القصة دهيت. تمام، الاوريجين بتاعه اساسا جاي منين؟ من الجولجي، بس من ضمن الفانكشنز بتاعته انه هو بيساعد في عملية الكيراتين. طيب يبقى احنا عندنا هنا قلنا الكيراتو هايلاين جرانيولز اوكي، والاودلاند بودي قلنا هنا هو بتبقى اكتر في الكراتينايزد. نيجي بعد كده في الكورنيفايد سيل لاير، احنا خلاص بقى السيلز ما بقاش فيها ميه، والكيراتو هايلاين جرانيولز والاورجانيلز راحوا خلاص، هتبقى ممكن يبقى فيها شويه تونو فيلمنتس جوه الفيلجرين. النوع البروتين اللي جوه الكيراتين اسمه فيلجرين. خلاص طيب نيجي بقى هنا للتفاصيل اللي انا عايزه اقولها، بس الحاجات اللي تهمني دلوقتي ان انا هنا التونو فيلمنتس ارينجد ببندلز وهنا ديسبيرسد عامله كده هو شبكه، وقلنا قصه الاودلاند بادي ان شكلها امورفس في النون كراتينايز وشكلها لاميليتد في الكراتينايز. اللي يهمني بقى في الفقره ده هي ايه؟ مش انا قلت لك اهم حاجه في الاول خالص هي الكلاسيفيكيشن بتاعتي؟ بعد الكلاسيفيكيشن الكومبير بقى، الكومبير اللي انا قعدت اشرحها لك من شويه ما بين الكراتينايزد وما بين النون كراتينايزد. خلاص البيزمنت ميمبرين اوكي هيبقى نفس الكلام فيهم، الاستراتم بيزال هنا بيزال هنا، سباين السيل لاير هنا بتبقى بنسميها استراتم انترميديوم وبنقول الفروقات بتاعتها. الحاجه التانية برضك البيزمنت ميمبرين بتاعتي بيبقى فيها هيفي انديوريشنز اوف بيزمنت ميمبرين، الى حد ما في النون كراتينايز البيزمنت ميمبرين بتاعتي بتبقى خفيفه وبتبقى ويفي. هنا في اودلاند بودي كتير، هنا اقل اودلاند بودي، هنا في ستراتم كورنيوم اللي هي الكيراتين والستراتم جرانيلوزم هنا مش موجودين، هنا كيراتو هايلاين جرانيولز موجودين وهنا مش موجودين. وكلمة سين ايبيثيليوم وسيك ايبيثيليوم هنا لما كنا بنقارن ما بين الطبقة اللي في النص اللي هي تاني طبقة اللي هي السباينال سيل لاير، كنا بنقول ان انا عندي عدد الروز بتاعتي قليل، عدد الروز بتاعتي قليل هنا مقصود بيها سين ايبيثيليوم، وهنا عدد الروز بتاعتي كتيرة مقصود بيها السيك ايبيثيليوم، بلس ان احنا قلنا ان هي الانتر سيلولار سبيس بتاعتي كتيرة هنا لازقين في بعض عشان هي تخينة، الانتر سيلولار سبيس بتاعتي صغيرة وحجم الخلية كبير وهنا حجم الخلية صغير. هنا لونج بريدج وشورت بريدج بيقصد بيها الراتي بيك اللي هي البيزمنت ميمبرين اللي هي تبقى طالعه نازله اكتر في الكراتينايز، لكن في النون كراتينايز عاده بتبقى سموث بتبقى شورت بريدج. ادي مثلا صوره فيها شكل النون كراتينايز، ادي الكيراتين عندي هنا الاورثو كيراتين بتاعي ان انا ايه مفيش النيوكليوس مثلا، ده سي اورثو كيراتين مفيش نيوكليوس عندي هنا موجوده، وده كيراتين ده نون كراتينايز اوكي. فلو هنا هقول ستراتم بيزال ستراتم انترميديوم ستراتم سوبرفيشال، هنا هيبقى بيزال سباينوزم انترميديوم والستراتم كورنيوم، وهنا انا خد بالك ما عنديش سب ميوكوزا، انا هنا بتكلم على الابيثيليوم والبيزمنت ميمبرين بتاعتي في شويه انديوريشنز، هنا هيفي انديوريشنز موجوده اللي هي راتيبيكس، ودي الكونكتيف تيشو. الكونكتيف تيشو هنا هو لوحده هعتبره ريتيكولار لاير، لكن لما يبقى عندي ما بين البابيلاري دي راتي بيك وراتي بيك ما بينهما تبقى بابيلاري لاير، واللي تحتها خالص اللي تحتها خالص تبقى الريتيكولار لاير. وادي قلنا التايبس بتاعه الكيراتين، انا عندي هنا اهوت ما فيهاش نيوكلياي فبسميها اورثو كيراتينايز، ولو دي جواها نيوكلياي هتبقى بارا كيراتينايز. لو اهو جوه الكيراتين فين اهي جوه الكيراتين نيوكلياي هتبقى بارا كيراتينايز، لو ما فيهاش نيوكلياي بتبقى اورثو كيراتينايز. وادي النون كراتينايزد ايبيثيليوم بتاعي مفيش كيراتين خالص. ادي هنا جزئية الشكل بتاع الكيراتو هايلاين جرانيولز.
اللي بتبقى جوه الستراتام جرانيلوزم. تعالى لي يا معلم بقى على الفرق ما بين الديزموزوم والهيميديزموزوم. انا قلت لك ان انا بخيط الخليتين مع بعض بديزموزوم، لكن بخيط الخليه بتاعتي البيزل سيل لاير بتاعتي مع البيزمنت ميمبرين بهيميديزموزوم. طب نقول الكلام ده ازاي؟ ادي اهي ده البيزمنت ميمبرين، وادي خليه سيل نمبر 1 وسيل نمبر 2. خلاص انا عايزه اخيط الخليه دي مع الخليه مع الخليه دي، وبعدين عايزه اخيط الخليه دي مع البيزمنت ميمبرين ده. تعالوا نخيط الخليتين دول مع بعض. هنعمل ايه؟ اول حاجه هتخن السيل ميمبرين بتاعي، الغشاء بتاع السيل بتاعي ده، هو الجدار بتاع السيل هتخنه، بيحصل سيكنينج للسيل ميمبرين. بعدين هروح اقطع عليها طوبه، طوبه من الناحيه دي وطوبه من الناحيه التانية، عشان عايز اخليهم يقربوا لبعض. حطيت طوبه هنا وطوبه هنا، الطوبتين دول هنسميهم بير عشان هما اتنين، بير اوف اتاشمنت بلاك، هنسميهم بير اوف اتاشمنت بلاك. بعدين هنروح مخيطينهم بشويه فتل، الفتل دي بسميها تونو فيلمنتس، فهقول بير اوف تونو فيلمنتس. بعدين هروح حاطه اوهو ما بينهم، الاوهو اللي ما بينهم ده الاجليتينيتنج ماتيريال او الاكسترا سيلولر ماتيريال. يبقى لما بتكلم على الديزموزوم اول حاجه حصل ايه؟ بير ثيكنينج، ثيكنينج للسيل ميمبرين، يبقى البير بتاع السيل ميمبرين، لان انا عندي سيل ميمبرين نمبر 1 وسيل ميمبرين نمبر 2، هيبقى عندي فيه بير اوف تونو فيلمنتس، بير اوف اتاشمنت بلاك، وما بينهما الاكسترا سيلولر ايه ماتيريال. يبقى تاني الديزموزوم دي خليه واحد وخليه اتنين، حصل ثيكنينج للسيل ميمبرين، حصل بير اوف اتاشمنت بلاك، بير اوف تونو فيلمنتس والاجلوتينيتنج ماتيريال، ده الديزموزوم. طيب البيزمنت ميمبرين بقى، قال لي ان هو هسميها هيمي ديزموزوم، نص ديزموزوميه. ايه النص ديزموزوميه دي؟ يعني بدل ما هقول هنا هو اتنين ثيكنينج لسيل ميمبرين، هي سيل ميمبرين واحده. بدل ما هقول بير اوف اتاشمنت بلاك هتبقى اتاشمنت بلاك واحده، بدل ما هقول بير اوف تونو فيلمنت هتبقى تونو فيلمنت واحده. فنشوف كده البيزمنت ميمبرين حصل ثيكنينج للسيل ميمبرين، السيل ده هي بس، لان ما عنديش هنا سيل تانية بتواجهها. ادي اتاشمنت بلاك لوحدها، وادي التونو فيلمنت، فدي اللي انا سميتها، والاجلوتينيتنج ماتيريال، فدي اللي انا سميتها الهيميديزموزوم. جيت بقى عند البيزمنت ميمبرين نفسه ده الجميل اللطيف ده، اطلع يا سمسم اهو، نشيل الانيميشن ثانية واحدة. هنلاقي هنا هو ايه؟ هنلاقي هنا ان البيزمنت ميمبرين مقسوم لجزء شفاف وجزء غامق. الجزء الشفاف بسميه لامينا لوسيدا، بسميه ايه يا شباب؟ لامينا لوسيدا لاير، اوكي، طبقة عندي شفافة، والتانية الغامقة دي بسميها لامينا دانسا. اوكي، يبقى في عندي طبقة شفافة وفي عندي طبقة غامقة، لامينا لوسيدا ولامينا دانسا، تمام. طيب ادي لامينا لوسيدا ولد لامينا دانسا، فاللامينا لوسيدا دهيت هي دي اللي انا شفت فيها الهيميديزموزوم. امال اللامينا دانسا دي اللي هيحصل فيها ايه؟ ان انا عايزه اخيط تحت الكونكتيف تيشو بتاعي مع البيزمنت ميمبرين، رحت حطيت زي دبابيس الدباسه كده انكورينج فايبرل، اوكي، زي دبابيس الدباسه، ودخلت جواها الخيوط بتاعه الريتيكولار فايبر. يبقى انا هنا هوت عندي لما باجي اتكلم على الاتاشمنت بعد ما اتكلمت على الديزموزوم ما بين سيل 1 وسيل 2، طب البيزمنت ميمبرين بقى مع الخليه، عندي نص ديزموزوميه بتحصل الهيمي ديزموزوم في الحته الشفافه في اللامينا لوسيدا، وبقيه البيزمنت ميمبرين بتاعتي اوكي باللامينا دانسا دهيت بيحصل فيها الانكورينج فايبرل اللي بيخش جواها الريتيكولار فايبر. خلاص يبقى هي دي الحته اللي تهمني في الايه، في الجنكشن. فلما باجي بتكلم مين اللي بتكلم على الكلاسيفيكيشن بتاعتي، بعدين بتكلم على الفروقات ما بين الكراتينايز والنون كراتينايز، بعدين بتكلم على هم ايه الاتاشمنت بتاعهم، الديزموزوم والهيميديزموزوم والبيزل لامينا اللي هو البيزمنت ميمبرين بتاعي بالتقسيمه بتاعته، الفرق ما بين اللامينا لوسيدا واللامينا دنسا بتاعتي. بعدين بنمسك كل تيشو ونقول ايه الحته اللي بتميزه. دي طريقه تلخيص الشابتر لما تيجي تذاكره. فادي اهو الكلام اللي كنا بنقول ثيكنينج للسيل ادجيسنت سيل ميمبرين وبير اوف اتاشمنت بلاك. وهنا لما يجي لك سؤال في الامتحان انا اقول لك اتاشمنت بلاك واحده ولا اتنين ولا بير، ونهوت عندي بير اوف تونو فيلمنتس والاكسترا سيلولر ماتيريال مينلي الفيلجرين، اوكي، او هنا هوت هنتكلم الكادهرين، الكادهرين الموجود. والهيميديزموزوم هتلاقيه بيقول لك ايه؟ سنجل، سنجل اتاشمنت، يعني كان ايه بمناسبه الفالنتاين. يبقى احنا عندنا هنا هوت في الديزموزوم مش متفرقين عن بعض يا عمري، بير، اوكي، ماشيين بالبير.
لكن لما في الهيميديزموزوم السناجل بقى، اوكي، سينجل اتاشمنت للبلاك، سينجل تونو فيلمنت سيكنينج لسيل ميمبرين واحد، والاكسترا سيلر ماتيريال اللي هيعمل لي اتاشمنت للكونكتيف تيشو. ادي اتاشمنت بلاك واحد اهو، تونو فيلمنت اوكي مش بير، حاجه واحده. وادي البروتين هنا هوت اللي هي اللي هو الاجريتينج ماتيريال بتاعي، والبيزمنت ميمبرين بتاعي حصل فيه شويه سيكنينج. فهنا مثلا نفس القصه، ان هو بيبين لك ان انا عندي في البيزمنت ميمبرين الحته الشفافه والحته الغامقه. الحته الشفافه دي اللي فيها الهيميديزموزوم، الحته الغامقه دي اللي فيها بقى قصه الدبابيس الانكورينج فايبرز اللي دخل فيها الريتيكولار فايبرز. ادي نفس القصه اهو، الكلير زون اللي هي اللامينا لوسيدا، والدارك زون اللي هي لامينا دانسا، واتكلمنا تحت على الفايبريلر زون اللي هي formed of small loops of fine fibrils called anchoring fibrils اللي بيخش جواها الكولاجين فايبرز اللي هي الريتيكولار فايبرز. الكلام ده بيبقى فين؟ في اللامينا دانسا. ادي هنا هو اللامينا بروبري، قلنا ممكن تبقى present او absent، اللي احنا اتفقنا البابيلاري لاير هي عبارة عن ايه؟ عن الكونكتيف تيشو اللي ما بين الريتيبكس الانديليشنز اللي موجودة. فانا لو البيزمنت ميمبرين بتاعي طالع نازل طالع نازل طالع نازل هشوف بابيلاري لاير، لكن لو البيزمنت ميمبرين بتاعي ستريت او ويفي مش هشوف البابيلاري لاير. اوكي، لكن الريتيكولار لاير دي اساسي هشوفها، الريتيكولار لاير بتاعتي دي اساسي ان انا هشوفها. السبميكوزا قلنا البطانة بتاعتي ممكن تبقى موجودة وممكن لا، حسب ايه اللي بيميز كل خلية. الجزء اللي فوق بتاع اللامينا بروبريا ده اللي هي بيتقسم من بابيلوري لاير وريتيكولار لاير، اوكي، والسبميكوزا ممكن تبقى موجودة وممكن لا، اللي هي فيها ايه؟ جلاندز، بلاد فيسلز، ليمفاتيك نيرفز، وفات سيلز. ادي فات سيلز مثلا اهومت، اوكي، والنيرفز مثلا، وهكذا. الكونكتيف تيشو بقى الخلايا اللي فيه بنقسمها، الخلايا بتاعتي تبقى ايه؟ 2M 2F وواحدة UMC. 2M الماكروفيج والماست سيل، 2F اللي هي فايبروبلاست وفات سيلز، والانديفرنشيت ميزينكايمال سيلز. طب الفتل اللي عندي مين لي ايه؟ كولاجين، مين لي كولاجين؟ ما بشوفش الاستيك فايبرز غير على الجدار بتاع البلاد فيسل اونلي، يبقى الالاستيك ده انا ما بشوفوش غير على الجدار بتاع البلاد فيسلز اونلي، تمام. وطبعا بقيه الكشري بتاعنا لان الكونكتيف تيشو عباره عن سيلز وفايبرز وبلاد فيسلز ونيرف والليمفاتكس. فادي السيلز بنقول ان انا عندي فيها مينلي اللي هو الاندفرشين ميزينكايمال سيلز، قلنا 2F 2M، الفات سيلز والفايبروبلاست والماكروفيج والماست سيلز. خلاص الفايبروبلاست دي اللي بتعمل لي الكولاجين فايبرز بتاعتي، اوكي، وده اللي هي السينثيتك اللي هتصنع الفايبروبلاست ده سينثيتك. الاندفرشين ميزينكايمال سيلز اللي هي زي الستام سيلز، والديفنسيف عندي اللي هي الماكروفيج والماست سيلز والفايبرز مينلي قلنا كولاجين. وادي الفاسكولار والليمفاتيك شانلز بيبقوا موجودين، والنيرفز مينلي بتبقى موجوده عند التيست بادز، اوكي. واي كونكتيف تيشو فيه الجراوند سبستانس بتاعتي اللي هو الاكل الغذاء اللي بيغذيها، الجلوكوزا ماينوجلايكينز والجلايكوبروتينز. نيجي بقى، يبقى احنا كده اتكلمنا في الفروقات ما بين الكراتينايز والنون كراتينايز ايبيثيليوم، اتكلمنا في الايبيثيليوم، بعدين اتكلمنا في الاتاشمنت ما بين الايبيثيليوم ايبيثيليال سيلز والاتاشمنت ما بين الايبيثيليال سيل والبيزمنت ميمبرين، والبيزمنت ميمبرين مع الكونكتيف تيشو. بعدين اتكلمنا عن الكونكتيف تيشو، بعدين هنتكلم على حاجه اسمها نون كيراتينوسايتس. يعني ايه يا دكتور نون كيراتينوسايت؟ اي خليه حتى لو انا عندي نون كراتينايزد ايبيثيليوم، الاستراتم بيزال والاستراتم انترميديا والاستراتم سوبرفيشال، لو حصل اريتيشن عالي عليه، واحد مثلا بيشرب سجاير كتير، واحد يعني بيستهلك بقه بطريقه، بيحط مثلا عادات سيئه مثلا زي اللي بيحطوا دبابيس كتير في بقهم، الكواثرات، او بيحطوا اللي هما تخزين القات، الحاجات اللي هي دهيت الاذى بتاعها بيبقى باين ازاي. ان حتى لو انا نوع الخليه نون كراتينايزد،
هتتحول وتبقى تخلي نتيجة الاريتيشن الكتير يبقى في طبقة كيراتين اتحطت فوقيها. يعني انا هنا اهوت لما باجي بقارن ما بين الكراتينايزد والنون كراتينايزد ايبيثيليوم، لا خلاص هعديها. لما باجي بتكلم على الفروقات ما بين الكراتينايزد والنون كراتينايزد ايبيثيليوم، هما في الاخر كراتين وفايف. لما اقول لك ان انا عندي هنا نسبه تونو فيلمنتس، الثانيه معموله في باندلز اجريجيشن انتو باندلز، دي كلها مواصفات الى كيراتين وسايت. الخليه دي عندها القابليه انها تعمل كيراتين او تتحول وتبقى كيراتينايزد. امال ايه هي النون كيراتينوسايتس بقى؟ لما انت تيجي تبص كده تلاقي ما بين الخلايا الابيثيليال خليه هنا الميلانوسايت مثلا اللي مسؤوله عن البيجمنتيش، الناس السمر بتلاقي في بقع سوداء موجوده في الاورال ابيثيليوم بتاعتهم. اوكي، في خلية مسؤولة انت ازاي الايد بتاعتك بتحس لو في نملة ماشية عليها او في حد بيلمسك التاتش، وانت ما عندكش في الحتة دي في الابيثيليوم ما فيهوش نيرف. في خلية عندي اسمها ميركل سيل، دي الوحيدة اللي بتحسسك بالتاتش. اوكي، في حاجات تانية ليها علاقة، اللانجر هاند سيل دي الانتيجين بريزنتينج سيل. اوكي، وباقي الحاجات التانية ليها علاقة بالانفلاماتوري سيلز، دي خلايا عمرها ما بتتحول الى كيراتين. لكن خلايا منتشرة في سطح الابيثيليوم لمهام مختلفة، واحدة مهام البيجمنتيشن والتانية مهام الاحساس باللمس ميكانيكال، مش احساس بالبين، لا احساس بالميكانيكال التاتش. اوكي، نملة ماشية على ايدك، حد لمسك، احساس بالضغط. اللانجر هان اللي هي الانتيجين بريزنتينج سيل عاملة زي الكارنيه كده اهوت، وليها علاقة في الاميونسي برضك، و الانفلاماتوري سيلز عشان لو في اي ميكروب نقدر نتخلص منه بسرعه. فعشان كده بنسميهم نون كيراتينوسايتس، اللي هم مش بيتحولوا الى كيراتين. لما بيتصبغوا بالاتش اند اي، مش بيبقى الكيراتينوسايتس بتصبغ بالاتش اند اي، لكن يعني هنا بيكلمك هنا عشان يفرق لك الكلام. الكيراتينوسايتس في الكيراتينايز ايبيثيليوم بتصبغ بالاتش اند اي الاتاتشد بالسيلولار جانكشنز اللي قلنا الديزموزومز مثلا والهيميديزموزومز مثلا، وفيها تونو فيلمنتس بتاعتي. وعندي في الكيراتينايز ان انا ايه بقول ايه البيزال والسباينوزوم والجرانيلوزوم والكورنيفايد، وقلنا البيزال واول اتنين لاير من السباينوزوم بنسميهم ستراتوم جيرميناتيفم. تمام، ده كيراتينوسايتس في الكيراتينايز ايبيثيليوم. البيزال بقى اللي كنت بقولها لك من شويه والانترميديوم والسوبرفيشال في النون كراتينايزد، ممكن لو في اريتيشن عاليه يحصل سيكريشن لكيراتين خلاص، لكن النون كراتينوسايتس ما فيش الكلام ده، مش هجيب كيراتين خالص. يلا يلا، هما ايه عباره عن ايه؟ انيوميريت النون كراتينوسايتس، ميلانوسايتس، لانجر هاند سيلز، ميركل، والانفلاماتوري سيل. لو تلاحظ ان الميلانوسايت موجوده فين مكانها؟ عند البيزمنت ميمبرين بتاعك تحت. الميركل برضك موجود عند تحت البيزل. اوكي، لما هنيجي نطلع لفوق شوية في الروز هنلاقي اللانجر هاند سيلز، اما الانفلاماتوري بتبقى سكاترد اول اوفر السيل. لما نيجي نصبغهم بالاتش اند اي، ما بتصبغش بالاتش اند اي، لازم بتصبغ بسبيشال ستين، فبالتالي بتروح الصورة بتاعتها بنسميها كلير سيل، بتبقى شفافة في الحتة دي لانها ما بتصبغش بالاتش اند اي. تمام، فلانها ما بتصبغش بالاتش اند اي بنسميها كلير سيل. فقلنا انها appear clear cell by ordinary etch and e stain they need special stain. قلنا انها مش بتصبغ بالاتش اند اي، قلنا بتبقى منتشرة في الخلايا، مش مثلا مقسومة مثلا شرايط مثلا او اللي هي layers فوق بعض. في عندي clear halos around their nuclei. Their cytoplasm is free from tonofilaments. ما عنديش فيها tonofilaments. ما عنديش فيها cellular junctions. مش بيلعبوا أي دور في عملية صناعة الكيراتو هايلاين. الجدول ده بقى برضك عندي بجملة الجداول اللي عندي مهمة. فأنا عندي هنا أدي البيجمنت سيل، أدي اللانجر هاند سيل، أدي الميركل سيل. ده شكلها، ده شكلها، ده شكلها. اوكي، الميلانوسايت بتاعتي او الميلانوبلاست. فبنقول لك small body with long cylinder and branch process present for intercellular spaces of epithelium.
فين بالظبط بقى اللوكيشن؟ عند البيزل والبارابيزل لاير، mainly in attached gingiva. اللي انا عايزه اقوله لك هنا، اللي احنا من شويه لسه شايفين الصوره، اديك انت شايف اهو، ادي الميلانوسايت بتاعتي بنوصف شكلها، مكانها فين؟ في البيزل والبارابيزل، هي والميركل. الميركل بس هنقول عليها ان ممكن انها جايه من نيورال كريست اوريجين. اوكي، وادي اللانجر هاند سيل بتبقى فوق شويه، فهنا لما نيجي نتكلم، فلما تيجي تصبغ بالاتش دي هتبان انها كلير، لازم لها سبيشال ستين. فعندك هنا البيجمنت سيل ادي اهي، لو انا جوه present in the interstellar space of epithelium contain melanin granule، لو انا في عندي melanin granules جوه الميلانوسايت دي بسميها ميلانو سوم، الجرانيولز بسميها ميلانو سوم. خلاص البيزل والبارابيزل لاير ده مكانها مش بتتصبغ بالاتش اند اي، فلانها مش بتتصبغ بسميها كلير سيل. طب ليه كلمة دندريتك اللي مكتوبة دي؟ لان عندي branches، البرانشز دي يعني عايزه اقول الحاجات المشرشره اللي طالعه دي بعتبرها دندريتك سيل، عشان كده هنا بسميها كلير دندريتك سيل، وهنا في اللانجر هاند برضه كلير دندريتك سيل، وهنا كلير دندريتك سيل. ليه كلير؟ لانها مش هتصبغ بالاتش اند اي. وليه دندريتك؟ عشان ليها بروسيسز. السبيشال ستين واحده في البيجمنت عندي، في السبيشال ستين دوبا ستين، في اللانجر هاند عندي هنا هو الجولد كلورايد، عندي الميركل سيل بتصبغ بالاميونو ستين. طب الميركل موجودة مين لي فين؟ في البيزل، بيزلي في الإبيثيليوم تحت خالص، كأني عندي عملية ساينابس علشان أحس بالإحساس بيها، بس دي بتكاري جاست ميكانو ريسبتور، بس هي مش نيرف. أوكي، هي ما عندهاش لونج بروسيسز قوي، بس مين لي موجودة؟ بيزلي في الإبيثيليوم. أوكي، وهنا برضك فيها لانجر هاندز جرانيولز، لو هنا في جرانيولز اللي هي البيجمنت سيلز الميلانوسوم، هنا فيها جرانيولز اللي هي اللانجر هاندز جرانيولز. اوكي، دي بتتصبغ بالدوبا، دي بتتصبغ بالجولد كلورايد، والتانية اميونوستين في الميركل سيل. الاوريجن بتاعي والله انا عندي الميلانوسايت والميركل سيل من اليورال كريست سيل، لكن اللانجر هاند، اللانجر هاند دي جاية من البون مارو. اللانجر هاند دي تعتبر برضك من الخلايا الدفاعية في البون مارو. هنا ما عنديش لا تونو فيلمنتس ولا عندي ديزموزومز، لكن والله في الميركل ممكن يبقى عندي شويه تونو فيلمنتس ويبقى عندي شويه ديزموزوم، وبيبقى نيرف سيل سين تو بي اسوشيتد ويز ذا سيل ويز سينابت لايك ليفت. قلنا ان احنا بنحس باحساس التاتش، بنحس باحساس التاتش، فهي عندها اوبشن حته الاحساس دهيت ريسبوندينج للايه؟ للتاتش. البيجمنتيشن بتقول لو الميلانوسوم دهيت دخلت جوه الابيثيليوم بنسميها ميلانو بور، ولو دخلت جوه كونكتيف تيشو بنسميها ميلانو فيج، لان احنا عارفين ان انا عندي الجرانيولز اللي عندي هي الميلانوسوم. خلاص الجرانيولز بتاعتها دي لما تروح تخش في الابيثيليوم هتبقى ميلانو فور، ولو هي جوه كونكتيف تيشو هتبقى ميلانو فيج. طيب الحته اللي هي الانتيجين بريزنتينج سيل او اللانجر هاند سيل، نقول نعتبرها نيورال اليمنت ديجنريتد ميلانوسايت، يعني ممكن اصلها يكون جاي حته نيورال اليمنت، حته ديجنريتد ميلانوسايت، حته انترا ابيثيليال ماكروفيج. الحاجه بقى هي بتعمل ايه الاساسيه؟ ريجيلاتوري سيل كنترول ابيثيليال سيل ديفيجن اند ديفرنشيشن وابتيك بروسيسنج اوف انتيجين ان كونتاكت الرجيك رياكشن. هي دي اللي انا بقصد بيها الانتيجين بريزنتنج سيل، ان انت لما في الرجي، الالرجي محتاج انتيجين وقدامه الانتي بودي، فاللانجر هاند سيل ده الكارنيه، ده الكارنيه اللي هيتعرف عليه الانتي بودي عشان يمسك فيه. ففي عملية الالرجي هو الانتيجين ان كونتاكت بالالرجين رياكشن، ده الانتيجين اللي هو ده الكارنيه اللي بيعرف لي الانتي بودي تعالى امسك معايا. خلاص، ولو جزء متعلق بالريجيليشن عملية الميتوس. الانفلاماتوري سيلز اللي احنا متعرف عليها هنا هوت هم الليمفوسايتس، الليمفوسايتس اللي عندي هنا هوت، وال بي ام البوليمورفو نيوكليير سيلز اللي هي النيوتروفيلز والترانزيان سيلز، وبيبقوا سكاترد اول اوفر الايه السيرفيس بتاع الابيثيليا. فلما نيجي نبص هنا اهي كلير سيلز يا جماعه، ادي كلير سيل مثلا، كلير سيل اماكن فاضيه كده تحس انها كلير سيل، تعالى كبر عليها كده هو، تعالى شوفها بسبيشال ستين
تبين اهي لونها بني مثلا، لو شكل الميلانوسايت بتاعتي، لو شكلي في ميركل بتاعتي مبينة، في تحت شكل كليفت للسينابس تحتي، وهكذا. تمام، فيبقى انا ايه ده النان كراتينوسايت. يبقى انا قلت اول حاجه كلاسيفيكيشن بتاعه الاورال ابيثيليوم، الكراتينايز والنان كراتينايز والسبيشالايزد، بعدين بعمل مقارنه ما بين الكراتينايز والنان كراتينايز، بتكلم فيها على الابيثيليوم، وبعدين بخش على البيزمنت ميمبرين اشكاله ايه اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي، وبنوصف البيزمنت ميمبرين، نتكلم على الاتاشمنت الديزموزومز والهيمي ديزموزومز، بعدين بنتكلم على الكونكتيف تيشو بتاعنا، دي حاجات كومن فيهم كلهم. وبرضك الابيثيليوم سواء كراتينايز او نون كراتينايز بيبقى عندي في نسبة 10% نون كراتينوسايتس موجودة، اللي هو الجدول بتاعهم، فدي الاسطمبة اللي بتبقى في كل حتة في الشابتر. خلاص، الخطوة اللي بعد كده هنقول ايه بقى الحاجة اللي بتميز كل تيشو، قلنا في جوه الكلاسيفيكيشن اللي هو الجدول ده. الجنجفا، والله انت كنت كراتينايز انت والهارت بلد، هنقول شكل والله الراتي بيكس بتاعتك عامله ازاي، او شكل البيزمنت ميمبرين بتاعك عامل ازاي. هنا ده سؤال امتحان، شكلك يا جنجفا الابيثيليوم او البيزمنت ميمبرين بتاعك ده هو هيبقى عباره عن ايه، طويله لونج ونيومرس متعدده وإرريجولار مش منظمه، وسلندر ورفيعه، يعني طويله ورفيعه كتيره ومنعكشه الريجلر، ما عنديش فيها سب ميكوز. نيجي عندي الهارت بالات، عندي كراتينايز بس شكل الابيثيليوم بتاعتي ايه، شورت وبرود، بس عندي بطانة متبطن من تحت، انا بقطم الاكلة بتاعتي، فانا عايزة الحتة اللي في الاول تاخد تمتص الصدمات الفات سيل بتاعتي، وبعدين عايزاها تزحلق عشان تنزل في الاسافجس عشان ابلعها تبقى ميوكس. والسوفت بالت تنان كراتينايز وشكل الابيثيلي ريدج بتاعتي بتبقى صغنن، بس هيبقى مشهور عندي غير ان الميوكس جلاندز عندي الاستيك باند، هذه في الانفيريور سيرفيس اوف ذا تانج اللي هي الفنترال سيرفيس اوف ذا تانج اللي احنا قلنا لوزلي اتاتشد، بيبقى نون كراتينايز. طب شكل الابسي راتي بيك بتاعه ايه، شكله عامل زي سنون المنشار، سو تيث، اوكي، ما عنديش سب ميكوز. نيجي على التشيك، الخدود بتاعتي الخدود نون كراتينايز وشكل ليها هنا هوت البيزمنت ميمبرين شورت والريجولار. طيب هشوف فيها شويه سليفري جلاند وفات سيلز، فالفات سيلز دي اسمها فوردايس سبوتس او فوردايس جرانيولز، ودي حاجه مهمه هنقولها وقتها لما نيجي نشرح النون كراتينايز. ده جدول الليب، انا عندي الليب لما نيجي ناخده عندي جزء ميوكوس سايت وجزء ترانزيشنال سايت وهكذا، انا مش هخش في الديتيلز عشان دول في ليها محاضره النون كراتينايز. انا اللي يهمني دلوقتي دي كانت صوره في شرم، اللي يهمني دلوقتي الجنجفا والهارت بالت، يعني كل ما سبق من المحاضرة ده كان الكلاسيفيكيشن، بنشوف الفرق ما بين الكراتينايز والنون كراتينايز، بنشوف الاتاشمنت الديزموزومز والهيماتيزموزوم، بنتكلم على البيزمنت ميمبرين بتاعي، اتكلمنا على النون كراتينو سايت بتاعتنا، بعدين بنبدأ نتكلم على الحاجة السبيسيفيك لكل حاجة. ايه اللي يهمني النهاردة اللي انا عايزة اشرحه الكراتينايز. المحاضرة الاولانية بعد ما قلت الكلام ده هتكلم على الكراتينايز. الكراتينايز ما اللي احنا قلناه في الكومباريزن بتاعت الكراتينايز والنون كراتينايز كله هو ده موجود. عايزه افرق ما بين بقى الجنجفا والهارت بالت في ايه، انا دلوقتي باكل بقسماطايه فهتمر على الجنجفا عشان انا مش عايزه اتعور فمتغطيه بكيراتين، وبعدين عشان تتمضغ وتتبلع هتمر على سقف الحلق، الاول اللسان هيروح مع البقسماطايه خبط في سقف الحلق فعايز امتص الصدمات، وبعدين بزحلقها لورا بالميوكس سايد بتاعي عشان تنزل في الاسوفيجس ويحصل لها دايجستشن. فاحنا خلاص اتكلمنا على الكريتينايز ستراتيفايد ايبيثيليوم في الجنجفا والهارت بالت. ايه المختلف عندي الراتيبكس بتاعت الجنجفا عن الراتيبكس بتاعت الهارت بالت؟ ايه تاني مختلف في الجنجفا عن الهارت بالت لما هنبص عليها تحت الميكروسكوب؟ الجنجفا نو سب ميكوزا، ما عنديش سب ميكوزا، لكن الهارت بالت لا، انا همتص الصدمات في الاول عندي في الحته القدامانيه فيها فات سيلز، وعشان ازحلق الاكل لورا من ورا عندي ميوكس سيلز او ميوكس جلاندز بوستيريورلي. طيب هنا بقى الحتة اللي لا يخلو منها سؤال امتحان، الابيثيليال راتي بيكس بتاعت الجنجفا طويلة ورفيعة وكتيرة ومنطورة، اوكي، طويلة ورفيعة لونج وسلندر، كتيرة ومنطورة نيومرس والريجلر، لكن هنا هوت في الهارت بالت مالها قصيرة وعريضة، قصيرة وعريضة شورت وبرود. اهم حاجة هنا في الجنجفا ما عنديش صب ميكوز. لما نيجي بقى هنا بنتكلم، وهو ده بقى سكشن العملي اللي انتوا هتاخدوها،
الماستيكاتوري ميوكوزا اللي هي الجنجفة، الدروينج بتاعتي. في عندي حاجة اسمها ماكرو اناتومي وحاجة اسمها مايكرو اناتومي. الماكرو اناتومي هي الصورة اللي انت شايفها من بره دي، اوكي. المايكرو اناتومي هي الصورة اللي انا هشوفها تحت المايكروسكوب. ادي اهي الجنجفة بتاعتي، اهي الماكرو اناتومي. تعال نشوف الدنيا ماشية ازاي. لو انا برسمها، ادي السنين بتاعتي، اوكي، وادي مثلا ما بين السنين الانتردنتال بابيلا بتاعتي، وما بين الخط الابيض ده والخط الاحمر ده في خط كده في النص بيفصل لي ما بينهم، بسميه هيلثي لاين او بسميه ميوكو جنجيفال لاين. وده سؤال امتحان، ليه بسميه ميوكو جنجيفال؟ والله ميوكو جنجيفال عشان هو بيفصل لي ما بين الالفلر ميوكوزا اللي تحت وبيفصل لي ما بين الاتاتشد جنجيفا اللي فوق. اوكي، انت لما تيجي تعمل عملية عايز تفصل اللثة عن السنين بتلاقيها لا يعني لازقة فيها زي البرتقانية كده، يعني عاملة قشرة برتقانية بس لازقة مبتقشرش بسهولة. اوكي، فبنسميها اتاتشد جنجيفا. الحتة دي، الحتة اللي تحتها بنسميها الفلر ميكوزا. اوكي، اللي بعديها هتتصل بالايه، بالاورال فيستيبيول. فانا عندي اتاتشد جنجيفا وعندي الفلر ميكوزا، الخط ما بينهم اسمه ميوكو جنجيفال جانكشن. الخط ما بين الالفلر ميكوزا وما بين الاتاتشد جنجيفا اسمه هيلثي لاين او ميوكو جنجيفال جانكشن. طب ليه هيلثي لاين؟ اصل هنا طول ما انا شايفه في فرق ما بين اللون هنا واللون هنا يبقى انا هيلثي، لكن لو انا ملتهب هيبقى كل لونه احمر. فادي الجنجيفا وادي الالفلر ميكوزا، والخط ما بينهم ده اسمه هيلثي لاين او الميوكو جنجيفال لاين. ليه هيلثي؟ عشان لو انا باين هنا اللون الفاتح ده واللون الغامق ده يبقى انا كده هيلثي، لكن لو انا ملتهب هيبقى كل لوني احمر، مش هشوف الخط. طيب لما نيجي نشوف السنه من الجنب، في حته كده ما بين ايه، ادي اللثه وادي السنه، في حته بتفتح وبتقفل. الحته اللي جوه دي بسميها جنجيفال سالكس، اوكي، والحته دي اللي هي ايه بتفتح تقفل، والحته دي لازقه في العظم. اوكي، الحته اللي تحت دي اتاتشد جنجفا، يبقى انا عندي حته فوق هنا بسميها فري جنجفا وحته تحت هنا اتاتشد جنجفا. فالفري جنجفا دي عماله تفتح تقفل تفتح تقفل، بتيجي تفتح تقفل، فعملت في النص هنا حته اسمها جروف. فالجروف ده بسميها فري جنجفال جروف، بسميها ايه، فري جنجفال جروف. وفي صوره، اوكي، انا مش حطاها في العملي بس بحب اجيبها في الامتحان. بتلاقي عندك هنا في الفري جنجفال جروف داخله الحته دي الراتيبيك بتاعتي داخله لجوه، اوكي. فدايما لانها داخله لجوه الفري جنجيفال جروف، ادي الاتاتشد جنجيفا وادي الفري جنجيفا والحته دي اللي هي الفري جنجيفال جروف. ايه تاني اللي بيميزها هيستولوجيكلي؟ هتلاقيها لانها داخله لجوه، فالراتيبيك بتاعتها هتلاقيها بردك داخله لجوه. فلما نيجي نبص، ادي اهي الفري جنجيفا وادي ده الفري جنجيفال جروف، ودي اللي انا بسميها الاتاتشد جنجيفا. فهاجي هنا اهوت، هروح مسمي الكلام بتاعي بعد هذا الكلام، بقت لو هي اللي فوق دي ادي الفري جنجيفا، يعني لو انا مثلا ادي هنا اهوت الخط اللي كان موجود، الخط اللي انا برسم بيه الاوتلاين بتاعي اهو ده الخط الاولاني، وبعدين عملت فيه خط تاني، الخط التاني ده عشان اقول ان دي الفري جنجيفال جروف، على اساس ان ما بينهما الحتة اللي هي ما بينهم دي هي الفري جنجيفا اللي بتفتح وتقفل. بعديها ما بين كل ايه جدر والتاني، كل جدر والتاني انتردنتال جروف، انتردنتال جروف ما بين كل جدر والتاني، يعني ادي مثلا اهو، ادي السنة مثلا بتاعتي ليها الجدر بتاعها ودخلت لجوه، ليها الجدر بتاعها ودخلت لجوه. فدي يعتبر ان ايه، في تجويف دخل لجوه ما بين السنة دي والسنة دي، فالتجويف ما بين السنتين سميته انتردنتال جروف. يبقى الاول انا رسمت الاوتلاين بتاعي بتاع شكل اللثه، الحته اللي من فوق، وبعديها في خط تاني نتيجه انها بتقعد تفتح وتقفل فري جنجيفال جروف، يبقى الحته اللي ما بينها دي اللي هي تعتبر مين، الفري جنجيفا. وبعدين هيبقى عندي انتردنتال بابيلا. بعدين لما تيجي تكبر كده تلاقي عامله زي ايه، قشره البرتقانيه، في حاجات ايه كور بتلمع كده محبحبه، اللي هي ايه النقط دي اللي بنسميها ستيبلينج، شوية ستيبلينج كده بتبقى موجودة. طب سبب الستيبلينج اللي موجود ده هو ايه؟ النقط اللي احنا بنشوفها دي، سؤال جيف ريزن، بنشوفها ليه؟ لما هنخش على المايكرو اناتومي هنقول لي انت عندك النقط دي ما بين نقط ايه، ابيض او بامبا فاتح وبامبا غامق. البامبا الفاتح كل ما اكون قريب من الكيراتين هبقى بامبا فاتح،
كل ما اكون قريب من البلاد فيسل بتاعي هيبقى لوني غامق، والكلام ده هنشوفه في المايكرو اناتومي هنقولها كمان شويه. فالمهم عندي هنا الحته اللثه اللي ما بين السنه دي والسنه دي بسميها الانتر دنتال بابيلا، وقلنا الخط ده اللي هو الهيلثي لاين او الميكو جنجيفال لاين اللي بيفصل لي ما بين الاتاتشد جنجيفا والالفلر ميكوزا اللي بقى قبل ما تتصل بالايه بالفيستيبيول. فادي ده الفري جنجيفا، وادي الخط اللي هو المفروض الفري جنجيفال جروف. بعديها هنا الخطوط مش ماشي، ده الاتاتشد جنجيفا وده الالفلر ميكوزا وده الهيلثي لاين او الميكو جنجيفال جانكشن وده الانتردنتال جروف والباقي ستيبلينج. نشوفها هنا على اوضح، ادي اهو ده الخط ده اللي هو ايه الفري جنجيفال جروف، يعني على اساس ان انا عندي اللي احنا قلنا اللثه بتفتح وبتقفل، فنتيجه بتفتح وبتقفل بيبقى فيه جروف اللي هي ايه هو اللي بتفتح وبتقفل دي اللي احنا لسه جايبينها من شويه. ارجع بيك 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 اهي، قلنا ادي الحته دي هي الفري جنجيفا، نتيجه انها بتفتح وبتقفل فعندي هنا فري جنجيفال جروف وبعديها تحت الاتاتشد جنجيفا. فلما باجي اشوف الكلام ده بقت هي دي، ادي اهو الفري جنجيفا ودي اللي تحتها الفري جنجيفال جروف. فادي اهو ادي الفري جنجيفال جروف وادي الفري جنجيفا وادي الاتاتشد جنجيفا وادي الالفلر ميكوزا، والخط اللي ما بينهم هو الميكو جنجيفال جانكشن او الهيلثي لاين اللي قلنا عليه هيلثي عشان بيبقى الدنيا بيل بينك وتحت بتبقى احمر، فلو في التهاب بيبقى كله لونه احمر فبنسميه هيلثي لاين. بعدين ما بين الحته دي الحمراء دي بسميها انتردنتال بابيلا. بعدين عندي هنا هوت الانتردنتال جروف اللي هو التجويف اللي حاصل ده، وبعدين النقط اللي موجوده ده الستيبلينج اللي عندي او الاورنج بيل ابيرنس ده هنتكلم، ده ليها جيف ريزون عشان ليها علاقه بشكل المايكرو اناتومي الراتي بيكس بتاعتي. مش انا عندي الراتي بيكس عماله بقول لك انها بتطلع لونج ونيومرس وطول وسلندر، فبقول لك ان هي طالعه نازله طالعه نازله، لما تبقى نازله لتحت هتبقى فيها كيراتين كتير، لما هتبقى طالعه لفوق هتبقى نسبه الكيراتين قليله وهيبقى كونكتيف تيشو البابيلاري لاير بتاعت الكونكتيف تيشو فوق، فالبابيلاري لاير بتاعت الكونكتيف تيشو فيها بلاد فيسلز فتبان لي حمراء، لكن الحته اللي نازله لتحت لجوه دي هي دي اللي بتبقى ايه بتبين لون الكيراتين. هنشوفها في المايكرو اناتومي دلوقتي. هو ايه علق كده ليه اهي؟ طيب هنا بس سريعا بيوضح لك بس هنا هوت حتة ان الفري جنجيفا، الفري جنجيفا عندي هنا هوت بنقول لما نيجي نخش عشان نقيسها، ادي هنا اهو الفري جنجيفا فين راحت فين اهي، لو انا عايزه اقول ادي الفري جنجيفا الجروف الحته اللي داخله دهيت، وادي الحته دي الفري جنجيفا والحته اللي جوه دي اللي هي جنجيفا سالكس. انا قلت لك ان الكيراتين ان الجنجيفا بتاعتي كراتينايزد، هل كجنجيفا وانتي كراتينايزد ممكن اشوف فيكي حاجه نون كراتينايزد؟ ايه هما الحاجتين الوحيدتين اللي ممكن اشوفهم نون كراتينايزد في الجنجيفا؟ ادي الجنجيفا السالكس بتاعي هنا هوت الجيب بتاعي هنا اوكي، فالحته دي مش عليها المفروض مفيش اريتيشن طول ما هي هيلثي، مفيش حاجه بتتراكم لو هي مش هيلثي وعنده جير وعنده جيوب هنا تبقى في مشاكل. مهم في السالكس بتاعي هنا فده اسمه سالكلر ايبيثيليوم، السالكلر ايبيثيليوم ده بيبقى نون كراتينايزد. الحاجه الثانيه ادي الضرس مثلا هنا سي لما انت شفته هنا whatever جنبيه ضرس مخلوع، فانت عندك الحته لو دي انتر دنتال بابيلا من ناحيه دي ودي انتر دنتال بابيلا من ناحيه دي، خط الايبيثيليوم اللي ماشي ما بينهم بنسميها انتر دنتال كال، بنسميها ايه انتر دنتال كال، يعني لو دي انتر دنتال بابيلا ناحيه اللينجوال ودي انتر دنتال بابيلا مثلا ناحيه البكل اوكي، يبقى الحته اللي ما بينها دي هي اللي انا بسميها الحته اللي ما بينها دي هي اللي انا بسميها الانتر دنتال كول، يعني انت هنا لو في ضرس مخلوع حته الابيثيليا من اللي من هنا لهنا هي اللي بسميها انتر دنتال كول، دي بتبقى نون كراتينايزد زي السالكلر ابيثيليوم هنا اللي بيبقى نون كراتينايزد. فعشان كده بيجي يقول لك ان الفري جنجيفا لغايه الفري جنجيفا جروف طولها تقريبا من ملي لملي ونص مثلا او ملي اهي ملي لملي ونص،
بعدين يجي يقول لك ان الفري جنجيفال جروف بيقول لك ايه، في شيب نوتش كورسبوندينج لهيفي راتيبيك فاوند بتوين الفري اند اتاتشد جنجيفا. هنا زي ما انت شايف الحته اللي احنا عايزين نقولها، ادي الفري، تعالي لي اثبتي هنا، ادي الفري جنجيفال جروف بتاعتي زي ما دخلت لجوه هيبقى في حته راتيبيك انديوليشن داخله لجوه، فلما تبقى الراتيبيك انديوليتد اللي دخلت لجوه دي بتقول لي ان انا عندي فري جنجيفال جروف. اوكي يلا. الجنجيفال سالكس والله هي بتختلف الفارس بتاعه، هنا يقول لك الافريج 1.8 مللي، هنا يقول لك من 0 ل 6 مللي، وهناك في الباريو في طب الفم وعلاج اللثه هيدي لها رقم ستاندرد. المهم ان النورمال بتاعها المفروض من 0 ل 6 مللي، بس ده كلام مش منطقي، يعني اعتبرها واحد يعني 1.8 مليمتر، يعني المفروض ان الريت بتاعها لغاية 2 مللي، يعني اللي هي 2 مللي اللي هي زي 1.8 مثلا، لان 6 ده كبير، هي ده معناه ان في عندي بوكت. فالمفروض ان الجنجيفال سالكس قلنا ان هو نون كراتينايز ابيثيلي، لان كل الجنجيفا كراتينايز ما في ما عدا حتتين الكل والسالكس. ما عنديش راتي بيكس في السالكس، الانتردنتال بابيلا خلاص شرحناها، الانتردنتال كل وشرحناها مكانها فين، الكل دهيت اهي، الكل اللي هي الحتة دي اللي ما بين هنا وهنا، وحوالي بريها لك تاني. هنا بقى الاتاتش جنجف اللي بقولك فيها الاستيبلينج دي، تمام؟ شايف النقط بتاعت الاستيبلينج اللي انا بحكي لك عنها دي وكيف الاتاتش جنجف. انت المفروض في الاتاتش جنجف هنا لما هيبقى فيه جزء استيبلينج رايح جاي رايح جاي، فالمفروض ان الحتة اللي هتبقى داخلة لجوه فيها ايبيثيليال راتيبيك هتبقى بيضة، الحتة اللي عند البابيلاري لاير هي اللي هتبقى الحتة اللي عندها كابيلاري لوب فهتبان حمراء، اللي هي الاليفيشن والديبريشن. وبعد كده الميكو جنجيفال اللي هو بيعمل اتاتشمنت بين الجنجيفا والالفر ميكوز الهيلثي لاين. تاني هنا هوريها لكم الانتردنتال بابيلا او الجنجيفال كول، هنا اهو بيبين لك ما بين هنا الحته اللي في النص دي والحته اللي في النص دي اللي انا بسميها الكل، انا عايزه في انا رسميها، ايوه اهي النون كراتينايزد جنجيفا. ايه بقى النون كراتينايزد جنجيفا؟ الجنجيفا الكل دي عباره عن ايه؟ لو انا عندي اهي ناحيه الليبيال بتاعتي انتردنتال بابيلا، ولو عندي ورا ناحيه البالاتال بتاعي انتردنتال بابيلا، خلاص بالشكل ده. الحته اللي فوق اللي بتفصل ما بينهم لو عملت زي شكل الخيمة التانت بتاعتي، الحتة اللي ما من ناحية القمة بتاعتي من ناحية الليبيا للناحية اللينجوال الحتة دي بسميها الكول، يعني لو ده انتردنتال بابيلا والانتردنتال بابيلا الحتة ما بينهما دي اللي بسميها الجنجيفال ايه كول، اللي هي نون كراتينايزد. نيجي هنا هو السالكلر ايبيثيليوم النون كراتينايزد اللي هي الحتة اللي هنا هو برضك ايه نون كراتينايزد، فدي الحاجتين اللي انا اتكلمت عنهم ان هما نون كراتينايزد. ادي البيجمنتيشن مثلا في ال في عندي من نسبة ميلانوسايتس كتيرة موجودة في الاتاتش جنجيفا. هنا بقى كجنجيفا عشان بس تبقى فاهم، انا عندي الابيثيليوم، عندي كونكتيف تيشو، عندي البيزمنت ميمبرين اللي قلت لك اللي هو ايه طويل ورفيع وكتير ومنطور، اللي هو نيوميرس وإرريجولر وطول وسلندر. هل عندي فيه سب ميكوزا؟ لا، الجنجيفا ما عنديش فيها سب ميكوزا، الجنجيفا نو سب ميكوزا ان ذا جنجيفا، ده سؤال امتحان، نو سب ميكوزا في الجنجيفا. ادي بقى الحاجه اللي بقولك عليها، انا هنا هو الطويل ورفيع وكتير ومنطور، الصفه بتاعه الراتيبيك بتاعتي، فنتيجه ان انا نازله لتحت الحته دي في الستيبلينج بتاعي لما اجي ابص عليها اللي هتبقى بيضه، اللي هي الشكل اللي هي القشره بتاعه البرتقال، الحبحبه اللي موجوده بتاعتي، الحبحبه جزء لونه ابيض وجزء لونه احمر، الاحمر اللي هيبقى ايه عند البابيلاري لاير اللي فيه كابيلاري لوبس، عند البابيلاري لاير اللي فيها كابيلاري لوبس، فالحته اللي هي فيها بابيلاري لاير وفيها بلاد فيسلز دي اللي هتبان حمراء، اما الحته اللي داخله لجوه بالريدي بيك هي اللي هتبان بيضاء، ده اللي مسؤول عن شكل ايه الستيبلينج اللي عماله بكلمك عنه، الحبحبة. ارجع بيك يلا،
الستيبلينج اللي انا عماله بتكلم عنه، اللي هي ايه النقط اللي انت شايفها دي، شكل الحبحبه دي اللي هي النقط اللي انت شايفها دي، ده اللي انا بقولك عليها الستيبلينج. لما نيجي نرجع باك، الستيبلينج عايزه اشوف الصوره بتاعتها عشان اوريها لك. ايوه هنا اللي هي النقط اللي احنا شايفينها دي. نرجع لا لا باك، شايفين النقط؟ شايفين النقط هنا اهوت ما بين البيل بينك، حاجات مثلا ادي النقط، الحاجات اللي متنقطه دي في الاتاتشمنت ايبيثيليوم، ما بين نقطه بيضاء ونقطه حمراء، نقطه بيضاء ونقطه حمراء، النقطه البيضاء والنقطه الحمراء، النقطه البيضاء اللي في الريتي بيك مليانه، اما النقطه الحمراء اللي جنبها هي بتعكس الايه البلاد فيسل اللي جوه البابيلاري لير. فهي دي الفكره اللي احنا بنتكلم عنها. فين بوز؟ فنيجي هنا اهوت، انا عندي ادي اهو ده شكل الريتي بيك بتاعه الجنجفا، والجنجفا قلنا ما عنديش صب ميكوزا. ادي الابيثيليوم اللي هو الكريتينايزد، ادي شكل الريتي بيك بتاعتي، ادي الكونكتيف تيشو اللي انا عندي لامينا بروبريا فيها البابيلاري لاير والريتيكولار لاير. يا ترى انواع الابيثيليوم اللي عندي اللي موجوده ايه؟ انا عندي اول واحده البذال، انا مش عارفه في علامه كده لعلامه الاسيستد بول بتيجي وبتختفي، فانا شغاله بالايه بالعلامه الحمراء دي. فادي البيزل سيل لاير بتاعتي، وبعديها هيبقى عندي السباينال سيل لاير، بعدين الجرانيولار سيل لاير، وبعدين الكورنيفايد لاير او الكيراتين بتاعي. يبقى انا مينلي الكراتينايزد ستراتيفايد سكويمس ايبيثيليوم بيتكون من اربع لايرز، اللي هم الاستراتوم بيزال، ادي الاستراتوم بيزال، ادي الاستراتوم سباينوزم، ادي الاستراتوم جرانيلوزم، ادي الاستراتوم كورنيوم، ودول اللي هيترسموا معاك في السكشن. وادي البيزمنت ممبرين الانديليشنز بتاعتي الموجوده، بحيث ان انت عندك هنا ادي الحته دي اللي انا بسميها البابيلاري لاير، والحته اللي تحت دي اللي بسميها الريتيكولار لاير، والاتنين على بعض بسميهم لامينا بروبري. يلا فين اهي، ده الاستراتيفايد كريتينايز سكويموس ايبيثيليوم، وادي البابيلاري لاير، وادي الريتيكولار لاير، الاتنين مع بعض اللي بسميهم لامينا بروبريا. فالايبيثيليوم مع اللامينا بروبريا هما الاتنين بسميهم ايه ميوكوزا. تمام، ما عنديش هنا سب ميوكوزا، الجنجيفا ما فيهاش سب ميوكوزا. يبقى انا عندي الماكرو والمايكرو اناتومي اوف ذا جنجيفا، ادي ده الماكرو وده المايكرو. هنا حته الهيستولوجي بتاعه الجنجيفا، احنا كده او كده اتكلمنا على فكره الاورثو كراتينايز ال 15% والبارا كراتينايز ال 75% والنون كراتينايز ال 10%. النون كراتينايز ال 10% اللي عندي اللي موجوده في الجنجيفال كول واللي موجوده في الجنجيفال سالكس، والبارا كراتينايز ان انا عندي في نيوكليوس جوه الكيراتين، اما الاورثو مفيش. واللامينا بروبريا زي ما اتكلمنا قبل كده، الكولاجين فايبرز بتاعتي اللي موجوده، قلنا ايه انا عندي سيلز وفايبرز، السيلز اللي عندي 2 ام 2 اف واحده يو ام سي، 2 ام مسل وماكروفيج، 2 اف فايبروبلاست وفات سيل، وواحده اندفشي مزينكايمر سيل. ومينلي الكولاجين فايبرز هي اللي موجوده، ما بشوفش الاستيك غير حوالين البلاد فيسلز، ولان انا كونكتيف تيشو كشري فهشوف الخلايا والفايبرز والبلاد فيسلز والليمفاتيك والنيرفز والجراوند سبستنس كمان بتاعتي موجوده. هل ممكن الاقي الاستيك فايبرز؟ لا، اونلي عند البلاد فيسلز فقط، والجنجفا بتتميز ان ما عنديش فيها سب ميوكوزا. فادي اهو تايبس اوف كراتينايز ايبيثيليوم، عندي 15% اورثو كراتينايز، 75% بارا كراتينايز. ادي الاورثو ما عنديش نيوكليوس فوق اهي، وادي البارا في نيوكليوس بتاعتي موجوده جوه الكيرف، خلاص معظمي اهو في نيوكليوس هنا في البارا كيراتين، هنا مفيش في الاورثو كيراتينايزد. وادي الهيستولوجي الاستراتيفايد سكويمس ايبيثيليوم، عرفته منين ان انا ما عنديش، عندي شكل الراتي بيكس المميز وما عنديش سب ميكوزا، وادي الكيراتين، وادي اللامينا بروبريا بتاعتي وما عنديش سب ميكوزا، وادي الابيثيليال راتي بيك الشكل المميز طول ونيومرس والريجولر وسلندر، والكونكتيف تيشو بابيلا بتاعتي اهي البابيلاري لاير بتاعتي. اوكي، فاحنا قلنا ان الريتي بيك بتاعتي اهي طول ونيومرس وسلندر والريجولر الشكل المميز بتاعها، وقلنا ان كراتينايزد هما الكل وال
ادي اهي، لو ده interdental papilla من ناحية الليبيال ودي interdental papilla ناحية اللينجوال، الحتة اللي بتوصل ما بينهم دي الجنجيفال كول نون كراتينايز والسيركلر ايبيثيليوم اهي، الحتة دي برضك نون كراتينايز. الا بقى اذا في جيب، يعني في عندك ايه مشكلة ما، التراكم، الاكل ما بتغسلش سنانك بانتظام والكلام ده، فبدأ يبقى في جيب، فالجيب ده ممكن يحول الاريتيشن الكتيرة والالتهابات الكتيرة ممكن تخلي النون كراتينايز تتحول الى كراتينايز، عشان كده بنسميهم كراتينوسايتس، لان النون كراتينايز ابيثيليوم يقدر يتحول يعمل لاير من الكرات لو اتعرض لاريتيشن عالي. ادي اهو الاستراتيفاي سكويمس ابيثيليوم، ودي اللامينا بروبريا بتاعتي. طب الجنجيفال فايبرز، فاكرين يا جماعه هناك لما كنا بنتكلم في البريدونتال ليجمنت فايبرز كان من ضمنها عندي الجنجيفال فايبرز، فجينا قسمناهم للدنتو جنجيفال جروب اللي هي عندي من السنه للجنجيفا، الالفيولو جنجيفال جروب اللي هي من الالفيولار بروسس للجنجيفا، الدنتو بريوستيال جروب اللي انا عندي من السنه للبريوستيوم، والسيركلر جروب اللي هي بتداير الحاجات اللي دي هي داير ما يدور حوالين السنة اللي انا بسميها السيركلر جروب، فدول المجموعة بتاعة الجنجيفال فايبرز اللي احنا كنا بناخدهم في البريدونتال ليجمنت فايبرز. فاحنا كده اتكلمنا على الجنجيفا. تاني حاجة عندي في الماستيكاتري ميكوزا هي الهارد بالات، فاحنا زي ما قسمنا الجنجيفا اتكلمنا فيها على ماكرو اناتومي ومايكرو اناتومي، هنقول الماكرو والمايكرو اناتومي بتاع الهارد بالت، ومين اللي ده الكلام اللي انتوا هترسموه جوه السكشن. يبقى انا عشان بس ابقى متخيل، احنا المحاضره بتنقسم الى الملخص الاساسي بتاع الكلاسيفيكيشن، الملخص الاساسي فروقات الكراتينايز والنون كراتينايز، والديزموزومز والهيموديزموزومز والنون كراتينوسايتس، بعدين قلنا ان كل في جدول كده هو كل حاجه بتميزها حاجه سبيسيفيك في شكل الراتيبيك بتاعها، بلس بقى الحاجات التفاصيل اللي احنا قاعدين بنقولها اهو في المايكرو والمايكرو اناتومي. فاحنا مين اللي مركزين على الجنجيفا والهارت بالت، واحنا اتفقنا الفرق ما بينهم هما الاثنين كراتينايز، الجنجيفا ما فيهاش صاب ميكوزا لكن الهارت بالت هيبقى فيها صاب ميكوزا، اللي احنا قلنا اللساني هيخبط في سقف الحلق في الاول عشان البونبونية عايز تمصها مش عايزة تعور، فهتمتص الصدمات الانتيريور بورشن هتبقى فاتي زون، لما عايزة احلقها ورا هتبقى عايزة ميوكس زون، ده الساب ميوكوز. وشكل الراتي بيكس اللي عندي بدل ما كنت طول ونيومرس ولونج اللي هو طول ونيومرس والريجلر وسلندر، هيبقى شكلي شورت وبرود، هبقى قصيرة وعريضة. ده الفروقات ما بين الجنجيفا والهارت بالات والماكرو اناتومي اللي احنا هنقوله دلوقتي. ايه بقى يا عم المك، فانا عندي كل حاجه ليها ماكرو وليها مايكرو، الماكرو بتاعي عباره عن ايه؟ ادي يا عم الهارت بالات بتاعك اهو، تعالى نشوف. ادي الحته دي اللي انا بسميها الانسايسيف بابيلا اللي بتبقى بارلل ليها الخروم بتاعه الانسايسيف فورامين اللي بيمشي فيها الانسايسيف نيرف والانسايسيف فاسلز، خلاص. فدي الحته اللي هي بير شيب شكلها عامل زي الكمثره اللي بسميها الانسايسيف بابيلا اللي فيها الانسايسيف نيرف بتاعي، بتبقى فيري بينفول لو اديت فيها انستيزيا، لو اديت بنج في الحته دي بتبقى فيري بينفول. فاول حته الانسايسيف بابيلا، بعدين بقيتها كده انا كاني بقسمها لنصين اللي انا بسميها الميديان بالاتاين رافي، الحته الخط ده ان انا بسميه ميديان، راحت اظهري لي تاني، الخط ده اللي انا بسميه ادي الميديان بالاتاين رافي، طلعت لي شويه تعريج، التعريج اللي طالعه في الانتيرير بورشن دي اللي انا بسميها الروجي اريا. بعديها انا عندي حته جنجفا بالاتاين جنجفا، يعني انا عندي حوالين كل سنه من ناحيه اللينجوال زي ما انا عندي ناحيه الليبيال او ناحيه البقل الاتاتش جنجفا بتاعتي، انا عندي هنا في حته جنجفا كده فري جنجفا كده او حته جنجفا موجوده بسميها بالاتاين جنجفا، خلاص. يبقى الحته اللي جوه دي بسميها بالاتاين جنجفا. جينا هنا قسمناها لجزء فيه انتيرير زون وجزء فيه بوستيرير زون، ادي شايف الخط اللي طلع ده، الخط اللي طلع ده بيقسم لي جزء امامي وجزء خلفي، الجزء الامامي عشان هو ده اللي هيبقى فيه الخلايا الفاتس اللي بتمتص الصدمات، فهنسميه الفاتي زون او اللي انا بسميها الانترو لاترال زون، انترو قدام لاترال على الجانبين، وورا بسميه البوسترو لاترال زون، يبقى ده انترو لاترال وده بوسترو لاترال.
الانترولاترال هو الفاتي زون، البوسترولاترال عشان ازحلق الاكل بيبقى ميوكس زون، او اللي بسميه جلانديلر زون اللي فيه الجلاندز اللي هتزحلق. طيب بعد كده انا هنا هوت لازم بفصل الهارد باليت عن السوفت باليت بالخط اللي اترسم ده. الخط اللي اترسم ده دلوقتي اللي هو الخط ده بسميه هيلثي لاين برضك. ايه ده؟ يعني انا عندي هيلثي لاين في الهارد باليت وعندي هيلثي لاين في الجنجفا. ليه؟ نفس الفكره. انا عندي هنا هوت الهارد باليت كراتينايزد، السوفت باليت نون كراتينايزد، فلانه ده كيراتينايز هيبقى لونه مايل الى البياض اكتر او البامبا بتاعه فاتح، لكن السوفت باليت لما هدخل لجوه شويه هيبقى مايل الى الحمار. فطول ما انا عندي فرق ما بين اللون الابيض واللون الاحمر هيبقى هيلثي لاين، لكن لو كله ملتهب، واحد عنده التهاب في سقف الحلق كله ملتهب هيبقى ايه؟ هيبقى كله لونه احمر. فوجود هذا الخط معناه ان انا هيلثي. له اسم تاني اسمه لاين. ايه لاين دي؟ تيجي تخش في العيادة بتعمل طقم، اوكي، فانت الطقم بتاع الفوقاني ده هو انت عايز لما يجي يتعمل يلزق في سقف الحلق، مش لما يجي العيان يكح يقع الطقم. فوانت بتعمل بالمقاس بتاعك بتيجي في حتة معينة كده بتقعد تقول للعيان قول الحركة دي، كلمة دي بتخلي ان سقف الحلق العضلة بتاعت السوفت بالت بتاعت سقف الحلق تطلع وتنزل، فبتدي الحد ما بين نهاية الهارد بالت وبداية السوفت باليت عشان ابقى عارفة نهاية الطقم بتاعي هينتهي فين. فالخط ده برضك الهيلثي لاين ده بسميه ساعات الاه لاين عشان هو ده الخط. لما انت بتقول كلمة ده الخط اللي بيترسم لما بتيجي تاخد المقاس بتاعك في التركيبات المتحركة لما بتعمل طقم العيان، فده اللي انا بسميه الهيلثي لاين، او بسميه فايبريتنج لاين عشان هزاز بيعمل فايبريشن لما بتقول كلمة ده فايبريتنج، يا هيلثي لاين يا لاين يا فايبريتنج لاين. اوكي، اللي بيفصل ما بين الهارد باليت والسوفت باليت. قلنا ليه هيلثي؟ عشان طول ما انا عندي في لون هنا فاتح ورا في سقف الحلق الطبيعي اللي هو لونه بيبقى مايل للحمار اكتر عشان ما فيهوش كيراتين فشايفه الخط، لو في التهاب بيبقى كله لونه احمر، فده اللي بيميز انها هيلثي ورا السوفت باليت. خلاص نيجي نبص عليها هنا بقى. ادي تعالى نحط الليبل ده، شكلها كومتريه البير شيب بتاعتي الانسايس بابل، بعدين ادي ده البالاتاين جنجفا بتاعي، بعديها ادي الميديان بالاتاين رفي الحته اللي في النص اللي بتفصل عندي الشلف بتاعت البالات، بعدين ادي اهي التعريق دي الروجي اريا بتاعتي، بعدين عندي الحته لما جيت قسمت هنا اهوت الانترولاترال زون ورا البوسترولاترال زون. الانترولاترال زون هي الفاتي زون اللي هتمتص الصدمات، البوسترولاترال زون هي الجلانديلر زون بتاعتي، ادي الجلانديلر زون. خلاص طيب هنا بقى عندي عايزه اقول نهايه الايه الهارد باليت وبدايه السوفت باليت، فعشان كده قلت على ده هيلثي لاين او فايبريتنج لاين، وادي ده السوفت باليت بتاعي لغايه الحته اللي ورا خالص اللي هو لما تيجي تقول الحته اللي ورا دي خالص. انا البتاع مش عايز يجيبها على الموبايل، انا شغاله بسجل على الموبايل. هتيجي دلوقتي اللي هي هتيجي عليها السهم، ادي اهي الحته اللي ورا خالص دي اللي هي اليوفيلا، الحته اللي هي بسميها دي اللي هي ايه اليوفيلا، وادي ده السوفت باليت بتاعي، فده الماكرو اناتومي. خلاص نفس الكلام اهو، ادي الماكرو اناتومي بتاعي ورا خالص اللي هي اليوفيلا. مش هتكلم بقى هنا الديتيلز اللي انا شرحتها، هي اللي انا قلتها ان انا هنا هو الشكل كومتريا الانسايسف بابيلا، قلنا دي الكومتريا دي بتحتوي تحتيها الخروم بتاعت الانسايسف فورامينا اللي بتبقى فيها بيمشي الانسايسف نيرف والانسايسف فيسلز، وبتبقى فيري بينفل لو حطيت فيها بينج. ده لو انا شايفاها من الاورال سايد. طب لو شايفاها من النيزل سايد، ما هو انا عندي الانسايسف ده والقصه دي النيزو بالاتاين الحته ما بين النوز وما بين البالت. اوكي، فالحته اللي هتبقى بالاتال in the connective tissue the nasopalatine duct is present and it is lined by pseudo stratified columnar epithelium rich in goblet cell. لان انا هنا هبقى ما بين اساسا النوز، يعني انا هنا هوت لما عايزه اخد فيها سكشن لاني هبقى فوق النوز وتحت البالت، فهتبقى اي حاجه ليها علاقه بالنوز اللي هي النيزو بالاتاين داكت ده، هي الخرم بتاع النيزو بالاتاين داكت ده هوت. اوكي، ده هيبقى ريسبيراتوري ايبيثيليوم اللي هو سودو ستراتيفايد كولامنر ايبيثيليوم ويز جوبلت ايه سيل، والبالاتاين رفيه اللي هو فيرملي اتاتشد اهي،
وقلنا الايه ان انا عندي في صب ميكوزا، فانا عندي الصب ميكوزا في ايه الفاتي زون والايه والجلانديلر زون. تعالوا نشوف بقى هنا المايكروسكوب، ما هو هيبقى نفس ايه الابيثيليوم التفاصيل اللي فيه، والكونكتيف تيشو التفاصيل اللي فيه، البيزمنت ميمبرين هيختلف عن الجنجيفا في ايه ان انا هبقى قصير وبرود، اوكي شورت وبرود، بلس ان انا عندي صب ميكوزا. يعني الفرق ما بين المايكرو اناتومي في الجنجيفا والهارت بالات هو البيزمنت ميمبرين والصب ميكوزا. الجنجيفا ما فيهاش صب ميكوزا والهارت بالات في صب ميكوزا. اهو الشكل بتاعي قصير وبرود وعريض، خلاص نفس اللايرز بتاعتي، ستراتم بيزال، سباينوزم، جرانيلوزم، كورنيوم، وبعديها عندي دول اللي هما الكراتينايست، بعدين عندي ده اللي هو عبارة عن ايه بابيلاري لاير، وتحت الريتيكولار لاير اللي انا سميتهم مع بعض اللامينا بروبريا. هنا اهوت عندي بقسمها الانترولاترال زون والبوسترولاترال زون. الشكل الصب ميكوزا اللي عندي تحت هنا مقسومة لايه، الانترولاترال هي اللي فيها الفاتي زون، والبوسترولاترال هي اللي فيها الجلانديلر. نوع الجلاند ايه؟ ميوكس. انا عايزاه تزحلق. نوع الجلاند ايه؟ انا عايز عند ان هي تبقى شكلها ميوكس. لما ببص تحت الميكروسكوب اهو لقيت شكل فيه كيراتين وشكل البرود وفي عندي صب ميكوزا، يبقى انا كده هارت بالت، في ميكوزا وفي صب ميكوزا وكراتينايزد ايبيثيليوم، وعندي هنا هو ايبيثيليال راتيبيكس تمام اللي هو الشورت والبرود. طيب وادي ده الجلانديلر زون والفاتي زون، يعني اهي الحتة دي اللي هي شكلها باين فقاقيع الهواء الفاتي زون، والناحية التانية اللي هي الجلانديلر زون. فيبقى احنا ده اللي احنا اتكلمنا فيه ايه عن الهارد بالاس. بعد كده انا كده خلصت المحاضرة، شوية اسئلة خفيفة كده. يقول لك مثلا السنترال كونكيف اريا اللي موجودة عند الانتردنتال بابيلا كفرد بنون كراتينايزد اللي هي ايه الجنجيفال كول، والجنجيفال سالكس مثلا لايند بايه نون كراتينايزد ستراتيفايد سكويمس ايبيثيليوم. يبقى كل الجنجيفال كراتينايزد اكسبت مين، الجنجيفال كول والجنجيفال سالكس هما الاثنين فقط اللي هما نون كراتينايزد. نيجي بعديها الاودلاند بادي او اسم الدلع بتاعها الكيراتينوسون، دي موجوده فين؟ في السوبرفيشال لاير بتاعه السباينس لاير او اللور بارت بتاعه الجرانيولار لاير، جايه منين؟ من الجولجي سيستم. طب الالكترون مايكروسكوب البيزمنت ميمبرين اسمه ايه؟ اسمه بيزل لامينا. طب الجنكشن اللي عندي بين الابيثيليوم والكونكتيف تيشو بالالكترون مايكروسكوب البيزل لامينا. طب البيزل لامينا ده بيتكون من ايه؟ لامينا دنسة ولامينا لوسيدا. نرجع تاني للأودلاند بادي، اسم الدلع بتاعها كيراتينوسوم، السايد بتاعتي قلنا مكانها في الايه، في الروف بتاع السباينوس والفلور بتاع الجرانيلر. الاوريجين بتاعك ايه؟ من الجولجي سيستم. الفانكشن بتاعك ايه؟ مسؤوله عن عمليه السيكنينج اوف سيل ميمبرين which occurs during كراتينايزيشن، وممكن فورم ان انترسيلولار اجلوتينيتنج ماتيريال، بتساعد انها تعمل الايه بتاع عمل الكيراتين او عمليه الاجلوتينيتنج ماتيريال. مين ده؟ عمر خيرت. خلاص نعزف النهايه على ان احنا نكمل المره الجايه ان شاء الله النون كراتينايزد. يبقى هي محاضرة النهاردة كنا بنتكلم عن نيلي وشريهان في الأورال ميكوزا، مين نضارة بشرتها أكتر، مين الأورال ميكوزا بتاعتها أندر، مين سوري يعني النضارة بتاعتها أكتر، نيلي ولا شريهان، حسب بقى العناية بتاعتها إيه. بس الأصل بتاعنا واحد، يعني احنا الفرق ان احنا في الاورال هيستولوجي بتاعنا بنفرقه ما بين الاورال باثولوجي، بنشوف الشكل النورمال ايه عشان بعد كده لما تاخد في الامراض في الباثولوجي تعرف ايه الفروقات ما بين النورمال وما بين الاب نورمال. فانا هنا اهوت الشابتر مين لي كنت بتكلم على الكلاسيفيكيشن، بعد ما قسمنا الكلاسيفيكيشن بتاعتنا اللي هي الاولانيه دي قعدنا نعمل المقارنه ما بين الكراتينايزد والنون كراتينايزد، المقارنه قعدنا نجمعها. بعد ما جمعنا المقارنة بتاعتي قعدنا نتكلم على الاتاشمنت الديزموزومز والهيموديزموزومز وقص فقرة البيز اللامينة بتاعتنا، بعدين اتكلمنا على الكونكتيف تيشو، بعديها اتكلمنا على النون كراتينوسايتس بتاعتنا الجدول بتاع النون كراتينوسايتس،
بعدين جينا مسكنا الجدول، ان انا جيت اقسم لك ايه الحاجات اللي عندي، ان كل حاجة ايه الحاجة اللي بتميزها. النوع ده هنا الاسيستد بول، اظهر يا اسيستد بول اهي، يا اخيرا الاسيستد بول ظهرت. يعني ادي هنا هوت الجنجفا، عايزه اقول مثلا ايه الحاجه اللي بتميزها، الهارت باليت اللي بيميزها، وهكذا لغايه لما هنيجي عن نان كراتينايز ونتكلم عنه بالتفصيل، لغايه السبيشالايز ده قصه لوحدها. اوكي، وبعدين اتكلمنا بقى عن الهارت باليت وفسرنا التفاصيل اللي فيها بس كده. وهذا كان ملخص محاضره اليوم. المره الجايه ان شاء الله لما هنيجي نتكلم هنتكلم بقى على الجزء بتاع النون كراتينايزد، اللي هو الجزء اللي ابتداء من الايه، من السوفت باليت. ده جزء النون كراتينايز اللي هنتكلم عنه ان شاء الله المرة القادمة، والسبيشالايزد. تمام، كل سنة وانتم طيبين. السكشن هيبقى مين لي، بنتكلم على الجينجيفا والهارت باليت، الميكرو والمايكرو اناتومي بتاعه. تمام، يلا جود لك، واي تعليقات هنتكلم على في المحاضرة او في الجروب الاسبوع الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.